No doubt about it. Gino! Sonia, but... Gino! Gino! خلاص يا عطية، خلصت على الجهاز اللي دادي جايبهولي كله. دادي؟ دادي مين ده يا بت؟ بابي. برعي؟ برعي المنجد باسمه دادي يا بنت المنجدة. بقولك يا بت، صمت تام. جري حالا تروح تجيبيلي الواد بتاع الدش. حاضر حاضر. خلاصي. اهو جه اهو اهمد بقى. خلاصي. مساء الخير، ده منزل الاستاذ عطيه ابو الضلوع. اه انت بتاع الدش؟ اسمها بتاع الدش، اسمها انا المهندس فني الكترونيات. طب خش يا باشمهندس الكترونيات قول له الكلام ده جوه. حاضر يا فندم. مساء الخير. مساء الخير. لا لا مؤاخذه، سوري، انا اسف. انا اسف، سامحني. اصلا مساء الزفت والقطران عليك. انا اسف يا حاج، انا اسف. انت بتاع الدش؟ ايوه يا فندم، انا مهندس فني الكترونيات تحت امرك. ولا انا اسف. ولا ايه في ايه يا فندم؟ عارف لو ما ظبطتش الدش ده انا هعمل فيك ايه؟ هتقعد تشوف شغل كده. مش هضربك بايدي دي. لا بلاش دي، بلاش. عشان دي ضربت العظلاء. اندرتيكر وهوجن. هو في ايه؟ انا هضربك بايه بقى؟ اه صاعق الناموس. صاعق ناموس؟ ايه ده، انا حشره؟ هو ابوكي ماله، مجنون ولا ايه؟ اهلا جوز حضرتك. ليه عملوه ده؟ انت صباع من صوابعه. امرني يا فندم. انت شكلك مستبزني. اه مستبزك ليه يا عم؟ انا لسه انا جاي اصلح لك الدش. شكلك مستبزني. فين بطاقتك يا بطاقتي؟ ليه حضرتك وانا على المحور؟ ايه موضوع بطاقتي ده؟ اديله البطاقه. اتفضل يا حبيبي، بطاقه. اتفضل يا فندم، ما تقلقش كله هيبقى زي الفل. تصدق شكلي اديتها للجنه وما ادوهانيش تاني. معلش 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 معلش. بطاقتك فين؟ ما انا بدور عليها حضرتك، اصل انا اتفاجئت، انا جاي اصلح مش جاي اطلع لجنه ولا اقدم في التجنيد. خلي موضوع البطاقه ده بعدين، سيبني اصلح لك المصلحه. اوكي. انت اسمك ايه؟ ايه اسمك ايه؟ مش مشكله اسمي، خليني انا. اعرفني بشغلي، اعرفني بشغلي. ايه اللي هربان منك؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه كان عند الساموراي؟ ساموراي ايه ده؟ انا عندي شويه قنوات بتنزل شغل احلى من اللي في الساموراي. لا قناه الساموراي بقالها 3 ايام بتقطع، والنهارده قطعت. اسمع كلامي بس. اسمع كلامي، انا هجيب لك قنوات بتجيب شغل احلى من الساموراي. ايوه العظماء السته. سته؟ ايوه العظماء سته. ايه يا ابني؟ العظماء السبعه. ما الزعيم بتاعهم مات من شهر، انت مش متابع، شكلك مش متابع. انا هدلعك. سبعاوي مات. ايوه هو يعرف السبعاوي. سبعاوي مين؟ ده انا بهجس معاك يا اخ. واحد الله، واحد السماوي البيت. هو قريبه يا مدام؟ قريبه. طب خلاص لو سمحتوا، عايز ريموت التلفزيون عشان ابدا اشتغل. ريموت في هتلاقيه هنا ولا هنا؟ بدور عليه، انا بشتغل عندكم مش بيتكم. ريموت فين يا عم؟ ما تهدى بقى، وترتنا. دور على الريموت. انا ادور ليه وانا مالي ومش بيتك؟ اجري دور على الريموت. يلا انت طبيعي ولا هو اللي مش انتوا؟ انتوا شكلكم انتوا اللي بتدور عليه. فين؟ دور عليه هنا. حاضر، انا بشتغل عندكم. ودور انت كمان هنا. خد ايه اللي حضرتك؟ ما في، ممكن تقول لو سمحت. انا اقول اصلك واخد نص الشقه، فممكن يكون موجود. اولني ما بقومش، انا اسف. انا اسف. اعتمد على نفسك. استنى، اعتمد على نفسك. استنى، لف لف. يا نهار ازرق ومنيل. طب حضرتك، طب بسيطه، انا ممكن انزل اجيب 12 ريموت واجي لك على طول. ليه ليه انت مش واثق فيا؟ بطاقتي، بطاقتي معاك اهي، بطاقتي معاك اهي. لو مش واثق فيا، انا شاكه ان هو اللي خد الريموت اصلا. تنقاش ده، انت نقاش. ايوه في ايه نقاش؟ بس هوايتي الاساسيه واللي ناجح فيها الالكترونيات، ما فيهاش حاجه يا جماعه. ولا ايه؟ ولا انا الريموت ده بالذات لازم تجيبه لي. عارف ليه؟ ليه؟ هو ايه الموضوع؟ خير يا فندم؟ انا كان عيد ميلادي الاسبوع اللي فات. كل سنه وحضرتك طيب. وماما الله يرحمها جابت لي هديه قبل ما تموت الاسبوع اللي فات. امك ماتت الاسبوع اللي فات وبتتفرج على التلفزيون ده؟ انت البعيد ما عندكش دم. والله الراجل ده ما عنده دم. خلاص واحد الله. طب اعمل ايه؟ انزل اجيب لك ريموت واجي يا فندم. لا انا عايز الريموت ده. طب هو بتاعي، انتوا اصحاب الشقه مش انا. الريموت ده بصي، الواد ده انا شاكك فيه. شاكك فيه ايه؟ وانا كمان شاكه فيك ان انت اللي خدت الريموت. لا تبان عليكم عيله مجنونه وانا وقعت فيك. واحد الله واحد الله. تعالى بس ما تلبس. هو بيعمل بيوطي فجاه في وشي ليه كده؟ تعالى استنى. ايه ولا. ايه ده؟ ما الريموت اهو يا هوب يا هوب. موت اهو. خد يلا موت اهو. اهرب اهرب. وحياه امك وهسيبك. بطاقتك معايا. الريموت الريموت الريموت. تعالي. الحمد لله الحمد لله، ما فيش حد شافني وانا داخل العمارة. انا هعمل ايه يا رب في المصيبة دي؟ يا نهار اسود. مين مين؟ الو فين الريموت؟ هجيبك. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. وادي التليفون، وادي التليفون. اعمل ايه يا رب في المصيبة دي؟ الراجل ده شكله مش هيسيبني في حالي. من بيتك مين؟ الباشمهندس كريم النقاش. ازيك يا خالد؟ ازيك؟ ايه ده؟
مال لونك مخطوف كده ليه؟ بقولك ايه ما تقرفنيش، ازيك وماما عامله ايه؟ كويسه انتهينا. لا ولا لوني ولا زفت. قول لي ما لونك مخطوف كده ليه يا سيدي؟ انا مخطوف ولا حاجه خالد، ما تقرفنيش بقى. لا والنبي تقول لي. عليه الصلاه والسلام، انا فورت يا خالد وقررت اهرب. ايه ده؟ انت كمان؟ اه، وفي حد تاني هرب؟ انا كمان هربان. هربان ليه؟ من الاكتئاب. انت لسه عندك الاكتئاب؟ ما تجمد بقى خالد شويه بقى، عيب يبقى جاري كده، اجمد بقى. مش انا لوحدي اللي هربان، ده كل العماره هربانين. تكلم بجد؟ اعتريني بقول مفيش حس في العماره. مين هرب يا خالد؟ عرفت انت ماجده اللي في الدور الاول؟ اه هربانه. هربت ليه يا خالد؟ بس مش كلها هربانه. مش كلها دماغها هربانة. بس اللي هربانه منها. ومين تاني؟ طنط سوسن اللي في الدور الاخير هربت برضه؟ ايوه. الله، انت عارف كل الستات اللي هربت مفيش راجل اخباره عندك؟ ما تجمد يلا وتقعد مع الرجاله بقى. بقول لك ايه، انا جات لي فكره حلوه قوي. ايه؟ تيجي نهرب مع بعض؟ وربنا ما هرب معاك. عايز حاجه تاني؟ ليه كده؟ كده والله ما هرب. اذا كان انا هربي الناس كلها معاك في عماره واحده من رغيك ورزالتك. والنبي اهرب معايا. اهرب مش معاك. ههرب معاك، ما تقرفنيش بقى بدل ما اعورك. يوه، ايه ده عيل الرزق ده؟ هو ده وقته؟ دماغي وجعاني وودني كمان وجعاني، مش عارف ارد. طب ايه، ارد لك انا؟ لا لا، هفتح السبيكر. الو، فين الرب؟ تعطيه. عطية مين؟ وربنا عطية. ده عايزك انت. مش هبقى. ارمي التليفون، ارمي التليفون. ايه ده؟ ارمي. روح استخبى عند امك. اسكت انت. طب هكلمه، يمكن عايزك ولا لا. مش عايزه، انا مش عايزه. يا كريم تعالى هنا، انا بقول لك ابعد. يا كريم سبحانك يا رب في حكمتك، فجأة قرر اهرب من بيتي ومن دنيتي اللي انا بحبها. واهرب عشان ايه؟ يا ريت عشان حاجة مهمة، حاجة تافهة. ريموت اسيب السطوح اللي اتربيت فيه وكبرت فيه، اسيب الدشات اللي كنت بلعب فيها رايح جاي وانا صغير. الدش دوت بتاع انكل عبد الحميد اللي في الدور التاني، انا عارفه، ركبته معاه، بس كان راجل رخم، انا بوظهولي. يلا العرب ساتي الجميل لكل العماره فرحت لما ركب. بس خلاص بقى انا ههرب، هم يقعدوا يتفرجوا ان شاء الله، عنهم ما اتفرجوا على حاجه. بس انا هبوظ كل الدشات، ممشيش انا وهم يطلعوا يتهنوا بالسطوح اهو كله غلط. يلا يلا، والتكعيبه اللي انا عاملها بايدي، كل ده ريموت يضيعه. يا رب يا رب. ايه ده؟ ابويا ادعيلي يابا، ادعيلي يا امي، ادعولي في رحله الهروب الكبيره اللي هبداها. ما شاء الله عليك ابويا. بص ابويا كان برنس ازاي، وقمر، وامي وشها زي القمر، بس شكلها كانت بتشتغل عنده في الاول لانه المستوى فيه فرق كبير. بس ام ابويا هعمل ايه؟ والنبي تدعولي. يا نهار اسود، انا فجاه قررت اهرب. طب اهرب اروح فين؟ ارض الله كبيره قوي، دي لازم خطه. انا اول هروب ليا في الشقه اللي تحتينا عند عمتي، عود بتاع شهرين يهدوا عليا شويه. بعد كده رحله الهروب الطويل شويه في الشارع اللي ورانا، اقعد لي سنه يكونوا نسيوني، بعد كده اجي اختفي هنا بقيت عمري. هي دي خطتي بامر الله. رايح بقى عشان شكل الرحلة هتتعبني شوية. هو فين؟ هو ايه؟ مش عارف، احنا بقالنا 3 سنين بنسألها هو فين لحد ما نسيت احنا بنسألها عن ايه؟ كده القفاه هيبهدلنا، ده ممكن يموتنا. لا بس في سؤال ممكن يخليها تجاوب. ايه هو؟ هو فين؟ هو مين؟ هو فين؟ هو ليه؟ هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ بتاعتي مضايقاني قوي، مش عارف ابرق. اعترفت سونسون. يعني ايه؟ ما اعترفتش. طبعا، وهتعترف ازاي؟ ازاي؟ ما انا معايا 2 نسوان، لو معايا رجاله كانت تعترف، لكن انتوا بقالكوا 3 سنين بتستجوبوها. طبعا، هتعصوا لي بقى بقى بقى. اوف هات. عارف انا بسكر اوفر كده ليه؟ عشان اغيب عن الوعي. رميتوا التلفزيون فين يا بت؟ وديتي الريموت فين يا بت؟ اه صحيح، ما انت في بلاستر، هتتكلمي ازاي؟ طبعا، ما انا معايا جزء اخبيه بتستجوبوها وحاطين لها بلاستر. يا جدعان ايه يا جدعان؟
يا جدعان رعوني بقى، ده انا بدفع فلوس ومهدد نفسي في الاخطار اللي في البحار وقرصان ونيل. الله يخ... ماشي ماشي، وديت الريموت فين يا بت؟ اكلمك ادي حجتك اهي. فين الريموت؟ ما خلاص تستهبل، مش بتلك الزفت. فين يا بت ريموت؟ في الليفينج. فين؟ في الليفينج. تقول لك في الليفينج؟ فين في الليفينج؟ تحت الكليم عند الليب. الكليم عند الليب. عند الليب. انت جبتها منين دي؟ الحلوه منين؟ من سافت. في حاجه؟ اجدع ناس سافت وناس سافت. ثانيه واحده. ما ايه؟ ما قالك شلت البلاستر؟ قالت في الليفينج، مش محتاجه مجهود صح؟ انا في حاجه كده نفسي اعملها وانتوا حسيتوها. خايفين؟ انتوا خايفين صح؟ معلش معلش سكوا مرس. ما بفهمش كلام. ايه الاوفر ده؟ انضربت بصاروخ. ايه يا عم ده؟ معلش مش هتفرق. بقى ولا اقول لك سلامت؟ قتلتهم كلهم. لبس دي الرجاله. اسمع الله عليك. ايه يا قمر؟ الله يخليهم لك. اتكل على الصبر وانا اروق. ايه ده ايه ده؟ ده انت فهمتيني غلط خالص. ده انت طلعتي مراهقه. انا راجل ما بركزش في شهواتي. انا عايز الريموت وخلاص. فين الريموت؟ لا فينك. يا لهوي يا لهوي يا فضحتي. جري يا بنت وانا اغتصبك. بقول لك هقتلك. عارفه ليه؟ عشان اتفرج بالريموت لوحدي في الليفينج. اي بقول لك ايه؟ بقول لك ايه يا بنت؟ الريموت الصغير بتاع الدش معاك؟ اوكي. والله بشكري قوي. هات هات بق. انا مش لسه ضربك طليتين، انت هتستظرف. مساء الخير ابو جمانه. ايه ده؟ انا رجلي الخشب منمله ليه كده؟ في الليفينج تحت الكليم عند جلاب. 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 يا اخويا بطل السبيرتو اللي بتشربه ده، هيتموت. الريموت يا فوزي، الريموت يا فوزي بتاع ماما. لازم اجيب الريموت بتاع ماما. لازم اجيب ريموت ماما. قومي افتح الباب. مساء الخير. انا ممكن اسال حضرتك شويه اسئله؟ معلش خديني على قدها عشان انا هتجنن. خديني على قد عقلي. انت عندك سجاده؟ عندك سجاده في البيت؟ لا عندي كليم. عندك ايه؟ كليم. قوليها بصوت عالي. عندي كليم. وعندك ايه من الاجهزه والالكترونيات خاصه بيكي؟ ده سؤال برضو؟ عندي لاب. هو ده الكليم واللاب. تعالي قفشتها لك يا اللي قاعد. انت بتشرب ايه؟ ثلاث خمسات يا هايب. خد خد. اسمع اللي اقوله لك. انا نمت شويه وربنا كرمني، شفت المنام طلع كل الحقيقه. شفت ان احنا كلنا في بحر وناس لابسه لبس غريب ومش عارف من الناس دي كلها الا الوليه دي. بقول لها فين الريموت؟ كنت انا لابس برضو لبس زيها زي اللي في البحر. قالت لي الريموت تحت الكليم عند اللاب. تحت الكليم عندي ايه؟ عندي اللاب. بس تعالي نمشي ورا بعض بقى. فين الكليم؟ ادي الكليم. تعالي هنا. تعالي وليه هنا. فين اللاب بتاعك؟ فين اللاب؟ ادي اللاب. فين؟ ايوه وادي الكليم. طب نقلب كده. قلبي. الله اكبر. الريموت 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 بتاع امك اهو. يهبل يهبل امسك. الله يخرب بيوكو. اوعى يحصل لك حاجه في التلفزيون وتبعت لي تاني. خد ايدي مني. خد ايدي. خد في خلقتك. خد ايدي مني. قرف. اوعي. سامع. يلا يا نبي. يلا خد ايدي. انت بتخونيني يا بنت. نبي يا اخي عشان تبطل تتفرج على قنوات المصارعه دي وتقعد معايا شويه. انت مالك؟ انت مالك تاخدي ريموت ماما ليه؟ تاخدي ريموت ماما ليه؟ بقول لك ايه، انا هطلعك بالثلاثه. عايز اتفرج على الريموت لوحدي. امشي امشي. تعالي لي يا ماما. تعالي لي يا ماما حبيبتي. الحمد لله ماما جابت لي ريموت. الله يرحمك يا ماما. الله يرحمك.
اسمه. بابا مين انت هتصيعي؟ ده مسجل وكان عليه 600 قضية اغتصاب جمال. بابا؟ ايوه بابا. واسألي بقى ماما مين بابا وكان بتروح فين ومع مين في الكهف اللي في اول الصحراوي. اصحي اخدتي لتخوني ولا تشوفوه ولا نيلة. انا هرش الفيلم من اول وبعون الله هنعمل معاكم الصح. هاتي ده سكر حلوة الدنيا سكر شرارة سكر حلوة الدنيا سكر. لا 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 ميلة خلي الدنيا جميلة جميلة. الله 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 والله الدنيا تبقى جميلة ان شاء الله. خلصت الزفت اللي بقالك ساعة بتلف فيها دي؟ مش عارف معقرة معايا ليه رسلة حلواني. ايه شكلك بتحب يا حلواني؟ شكلي بحب؟ يا لهوي ده انا غرقان في الحب يا اشرف غرقان. طب ممكن سؤال؟ اسأل حبيبي. لو القردة بتاعتي مغلباني اعمل معاها ايه؟ الايه؟ القردة مغلباني اعمل معاها إردة. ايه؟ قردة قوم ياض من هنا وما تكلمش معانا في الرومانسيات. قردة ايه ونيجي ايه؟ والله انا مش مصدق نفسي. حلواني حلواني هيتجوز. أيوة. وتبقى زوج بقى وبكرش وتهمل بقى في شياكتك وفي تسريحة شعرك. ليه التشاؤم ده يا ابني؟ ليه؟ ما انا اشوفكم برضه مرة في الشهر بتاع. انتوا صحابي واخواتي وبعدين الاستقرار يا جماعة. ولا هعمل في شكلي ولا حاجه. شكلي يومي ليت ايه؟ وانا لينا شكل؟ ما احنا مبرطعين في الصحراء والرمل والناس حبانا وخلاص. انت طول عمرك شيك يا حلواني. الله يخليك الله يخليك اشرف. بس هيبقى في التزامات هتعمل فيها ايه؟ التزامات في ايه يا ابني؟ الاكل اي صيده بتيجي كلنا بناكل مع بعض. احنا كلنا 45 واحد. اللبس مراتي هتضرب الجلده وتمشي. يعني مفيش تكاليف. انا مبسوط. شجعوني. صح فرحك عندي حبيبي حبيبي. عقبالكم عقبالكم. بس هتسكنوا فين يا حلواني؟ يا عم هنترمي ورا اي جبل. انت شاغل نفسك ليه؟ انا سمعت ان في كهوف في حدائق الادغال حلوه قوي. لا غاليه موت وثلاث ارباعها نصابين. خليك في حالك انا هتصرف. وهتخلي بقى مراتك تشتغل يا حلواني؟ طبعا تشتغل. انا راجل متفتح. تنزل تصطاد معايا وانا طول النهار اجري لوحدي في الحر. هي تنزل تجيب ارنب خروف اي حاجه للبيت. ولما تشتغل يعني هتبقى راجل انت ازاي في بيتك يعني؟ لا دي حاجه ودي حاجه. راجل في بيتي دي قصه ثانيه. وانت عارف ان انا راجل. انا متفق على كل حاجه. هتمشي على اللي هقوله بالملي. مفيش هزار. مش تضرب لي جلده وتمشي بقى بكتف عريان في الصحراء وفي وسط الجمال والكلام الفاضي ده. هتمشي هي واهلها بالجزمه يعني. سوري يعني. لا 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 مفيش. الان قال ما يا ابوها يا حلواني. يا جدع ابوها مين؟ انت شايف الفيلم ده بيتضرب على قفاه وتافه. ما تقلقش. ايه ده ايه ده؟ ايوه هي دي حلواني؟ لا حلواني مش هي. لا مش هي. لا هي في غيرها في القبيله. مش هي. اسمع كلامي. هي بنت خالتها افتكرتها. هم اصل العيله كلها شبه بعض. امشي يا بت امشي. روح قولي لها انا جاي بعد شويه. يلا امشي امشي. قوم فين؟ شكلها هي شكلها هي. طب ممكن اقعد مع اصحابي شويه؟ يلا قوم فين. انا مش قلت لك بطل القرف ده؟ حاضر حاضر. انت قاعد معاهم تاني؟ حاضر حاضر. ما هم اللي بيجوا يندعوا عليا وانا باجي من نفسي. وسع. حاضر يلا حاضر.
عادي يا جماعه، ما فيش حاجه، هي بتنشف فجاه، بس هي اما تعشروها تحبوها والله. حاضر اتفضل. ليه زعيق قدام اصحابي؟ ليه انت مزود معايا في الكلام؟ مش بزود ولا حاجه، بس انا قاعد مع اصحابي شويه، ما فيهاش حاجه يعني، ممكن اقعد 5 دقايق. انت ازاي تطلع من غير ما تستاذن؟ كل ده هزار، كل ده هزار، خلي بالكم كل اللي هي بتقوله ده هتلاقوه في الاخر هزار. تعرف بس البنات يعني بيبقى دمهم تقيل في الخطوبه شويه، فاكره ان دمها خف. حلواني اتلم. هتلمي في ايه؟ طب ممكن اسبقيني وانا هحصلك. انا هحصلك. بتقعد لي مع المناظر الزباله دول؟ لا دول مش زباله، دول اصحابي، لو سمحتي كده كتير قوي اتفضلي. بص على اشكالهم والزفت اللي بتشربوه، جت كل قرف. احنا ما بنشربش حاجه، واشكالهم ما هي نفس اشكالنا. طب بتهزر يا حلواني؟ دول صحاب. بس بقى كده كتير قوي. ايوه اصحابي ولازم تحترميهم. اتفضلي اتفضلي، شوفي شكل ابوك احسن. قشطة يا شباب، يلا وديني. اوكي اتفضل. عادي كل ده. اتحرك. حد شايف حاجة؟ جات كل قرف. مش قلت لك يلا تغمي لي عليا الحالة دي؟ وعرفنا سيد الرجال، عرفنا عيد الاعياد، عرفنا سيدي. ولا ايه ده؟ ولا هم روحوني. ايه الحوال؟ هم روحوني البت دي، انا مش مطمن لها. وبعدين ابوها، ابوها شكله شام خبر، انا شايفه جاي هو ناس من بعيد. قوموا تعالوا معايا. ده ابوها الهايف عمل كل ده؟ ايوه الهايف. مش حذرتك من ابوها حلوان؟ يا سيدي حذرتني، طب اعمل ايه؟ قوموا امشوا معايا كده عزوه وارجعوا تاني. وحياه ابوك ادي الجواز اللي بناخده منه. هتقوموا معايا ولا مش هتقوموا؟ مع نفسك يا حلواني. حاضر حاضر ماشي ماشي، على الله اشوفكم في الفرح. ماشي جاي. وعرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الأعياد، عرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الأعياد. عيني عليك يا حلواني. ياه على الحب. طحالب دي حلوة قوي يا ناس. يا هو يا نهار اسود ونايل، حد يغتني؟ مين هيغتني؟ مين هيغتني اصلا اذا كانت الدنيا فيها 24 واحد وكلهم قرايبك؟ عاجبك؟ عاجبك اللي بيحصل ده من ابوك وامك؟ اسكو صافي سي مي بارون. بارون؟ وي. ماشي خليك انت دايما في صف اهلك، خليك هينفع. ايه ده؟ هو بيشمني ليه؟ انا اسف كلب ولا ايه؟ حبيبي دول بيحيوك. دم كمان بتشمني؟ دي التحية عندكم في الأسرة؟ حييهم. لازم أرد التحية صح؟ لازم. طبعا ده حماية، حبيبي حماية. استغفر الله العظيم يا تعالي. ريحة أهلك وحشة قوي، سوري أنا آسف، بس فعلا فعلا قذارة. إيه ده؟ جري طول النهار بشوفهم أنا رمح في الصحراء والتراب، ولا دوتش ولا زب. خلصني بقى عشان هرجع في الجوازة دي. فكني فكني. أنا عملت إيه؟ عملت حاجة غلط؟ أنا عملت حاجة غلط في بنتك؟ أنا جيت دقيت بكوخ ودخلت وقلت عايز الحلال، جوزاني. إيه يا حلواني؟ أنت عايز تقعد مع بنتي في الدارة وأسيبك؟ تقعد مع بنتك في الدارة؟ انا بقعد مع بنتك في الدار. بس دي بني ادمه زي زيها، في ناس تانية بتقعد مع جمال. ها مش عايز انا سياح لك. ها الولاد دي خيلاني وقلقان، هي بتيجي كده كتير ماما مالها؟ سما ماما ليكم سا ليكم سا. طب ماشي انا بفهم، بس يا ولاد اثبتي بقى، الله يخرب بيتك. ابوس ايدك انا يعني. بص اقهر يا حمايه طلباتك، وانت هتقضي على مهرها بدايه من البدايه. بدايه من البدايه يعني انت فضائي من فضائي من تبدائي. بل انا عايز اقول لك على حاجه، المارينا الابلكاش دي ما تحطهاش على كتفي ابدا لو تكرمت. انت ده بالنسبه لك دراع، ده موضوعك انت. كلمني ببقك ده، حتى بق كلمني كده ما تلمسنيش. بس اسف المتكسر، وريني بقى شخل جيبك هتعمل ايه. ايوه ادفع واشخلل، وعندي مهر 100 100. الوليه دي خيلاني قوي. ما كلمي امك، ما كلمي امك. مامي بس. مامي بس ده اللي قدرتي عليه؟ يا عم خلص، ما تقعدي بقى، اقعدي بقى، دوختيني بقى. ده ايه ده؟ انت عايز ايه؟ مهر ايه ونيله ايه؟ بقول لك عندي جمال، عندي جمال وانا هرشك. ها ايوه تحب انت تركب جمال. انا عارف انا عارف. عايز ايه؟ عايز ايه اكتر من المفاجاه اللي انا هقولها لك؟ يا عمي انا ان شاء الله هبني لها بوابه بشتغل فيها من اول ما اتولدت، يعني مش كتير يعني، ما كانش في حد على الارض. جمعت كل جنوز الارض من جواهر وعملتها في البوابه دي، هقدمها لها. يا وليه اقعدي بقى، اقعدي بقى، هقدمها لها هديه. ايه رايك؟ بوابة يا حلواني. ليه يا عم في ايه؟ ده انا ودني ايه وانا واقف جنبك؟ في ايه؟ احنا جاب نجري ورا بعض. ما تتكلم عادي يا عم، عايز مني ايه؟ ايه اللي في الكلام؟ ايه اللي في الكلام؟ لما تقدم لها عريس وكان تبني لها كمباوت، هتبني لها انت ايه يا حلواني؟ هيبني لها كمباوت ولا كمباوت ولا نيله؟ بقول لك ايه؟
بص هبنيلها كومباو. ورحمة أمي أنت لو ما ثبتتي لا أدفنك في هنا، هدفنك قدام الحيوان اللي أنت متجوزاه ده، مش هيهمني حد. كلها هتثبت يا حاج بقى لو تكرمت، ده كده كتير. هنبني لها زفت كومباوند. في أي طلبات تانية؟ الموقع. موقع بتاع إيه؟ بتاع كومباوند. موقع إيه ولسه في دنيا؟ ما كل اللي قدامك ده موقع. هتفرق إيه الأرض دي من الأرض؟ أنت أهبل. بص في الصحراء ونقي وأنا هبني لك. تأمر بحاجة تاني؟ إيش يا عسل؟ ظبط نفسك وكلمني يا حلوين. أبوك يا عسل، أبوك شربات على فكرة، ويبان ضخم ومرعب بس هو تافه جدا جدا جدا. إيش حماية؟ أنا ماشي طلع صحراوي. غوري في دهية، غوري في دهية. ميرسي بابا. امسك الكلية دي ولا ارميها في أي وادي. بصي صاحب أمك إزاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خلصيني بقى، خلصيني أخيراً أخيراً. هنتلم في كهف واحد أخيراً. أوعدك أوعدك مش هبني لك كومباوند. بصي طول ما أنت ماشية كل اللي أنت شايفاه ده هيتبني وهيبقى بتاعك. يعني هقول إيه؟ أنا ماشي بس مش وداع، مش وداع. وأحييك بتحية أبوك وأمك. انا عرفت ان انتي بنتهم. انا عرفت. طب هما ناس كبار وكبروا في الصحراء وتهطلوا عادي ينسوا يستحموا، لكن انتي لسه صغيره وعروسه، يعني المفروض ده ما ينفعش، ما ينفعش. استحمي في ورا الجبل دوت، في وادي روحي ترمي فيه، روحي. واضح لازم افكر في الجوازه دي. سوري، باي باي وهتصرف بعدين. باي باي، ده انا هرجع في العيله دي. ايه القرف ده؟ النهاردة يا حبيبتي هيكتمل حبنا وتكتمل فرحتنا بافتتاح البوابة العظيمة اللي أنا عملتها لك. هتنبسطي وأبوكي هينبسط إن شاء الله. أهو شرف أهو. قولوا لي أمك جت معاه برضه. يا أهلا وسهلا. أبوكي ماشي ورا جنازة ولا إيه؟ أهلا يا حماية. أهلا. مين الجماعة؟ أهلي وأهل العروس. دول أهلك؟ أه حبيبي أهلي. مالك متنكة قوي كده؟ إيه المستوى ده؟ اهلا وسهلا، شرفتونا، تشرفنا، فرصه سعيده. اهلا وسهلا. حييهم. ما انا حييتهم. اهلا وسهلا. لا شمه. شم مين؟ استنى يا اخ، استنى يا اخ، انتوا كانوا شم مين؟ دخيلي. لا لا لا، موضوع الشم ده كفايه ابوك وامك. بص يا عم، طول ما انا متجوز بنتك الطقس ده انا مش هعمله، مش هشم حد عشان خاطر. تعالى. خرب بيت ريحه خالك على عم. ايه التقليد النيل ده؟ ومين العبيط ده كمان؟ عمي. اهلا وسهلا. مش هشم الراجل ده. هو هيشم. خلاص 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 يا عم. ايه ده ايه ده؟ لا في حاجه غريبه في العيله دي، يعني الشم بالنسبه لهم حاجه مهمه. ايه التحيه الغريبه دي؟ تراديشن عندنا. تراديشن عندنا. اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. خير جايين الفرادي وعلى الكمباوند. على ايه؟ على الكمباوند. ابوكي لسه مركز في الكمباوند. كمباوند. اه اوعي تفتكر ان انا نسيكي. ايوه اهمدي عشان هدكك في الارض هنا. انا صحيلك، انت مقصره فيا جدا. بقول لك ايه، تعالى اقول لك. كومباوند انت قبل ما بتدخل كومباوند بتدخل منين؟ بوابه. خلاص انا ابتديت بالبوابه، والكومباوند ده بعد كده بقى ابني انا وخطيبتي طوبه طوبه وزلطه زلطه الموضوع ده، لكن مش بسرعه كده. ولا ايه راي حضرتك؟ سيل تو بلي بابا، سيل تو بلي ديوي. مبروك. الله يخليك. بس انا عايز اقول لك حاجه كمان، نصيحه، ان انا بقيت زي ابنك دلوقتي. انسى موضوع الفرح ده خالص. اسمع كلامي، تكلفه على شايفك ارجعي. انت بتستنيني اندمج وبتستحلبي زي السحليه كده. اقف في مكانك، امسك الولاد دي. مصاريف بالاونطه، مش هنقعد احنا نكلف ييجوا الصيع الحراميه دول ياكلوا، دول عايزين 40 بقره. اسمع كلامي. انا ما بحبش الفصال، بلاها الجوازه دي. لا يا بنت. استنى استنى بس استنى يا عم. بلا ايه ده؟ ابوك بيقفش ليه كده؟ يا عم اهدى. خلاص هنعمل زفت فرح. مبروك. ابوك بيعمل كده ليه؟ ايه الحركه دي؟ احنا اتجوزنا. تتكلم بجد؟ هو كده يعني اتجوزنا؟ انت عندكم كده اتجوزنا؟ كده اتجوزنا. تتكلم بجد؟ مع اني عايش معاكم في نفس الجبل واول مره اعرف الموضوع ده. طرقعه واحده جواز؟ ولو حبيت اطلقها ثلاث طرقعات صح؟ ايوه صح كده. حلو ده، خلي بالك اي حاجه هتخنقيني هطرقع لك على طول. ايوه. مبروك يا عمي، مبروك يا حماية، الف الف مبروك. مبروك يا حلوان. شايفك شايفك شايفك، ارجعي مكانك. بقول لك ايه؟ بالمناسبة الحلوة دي بقى، تعالى نفتتح الشريط بتاع البوابة. ها؟ نفتتح الشريط. هات السكينة وانت واقفة مكانك، عارفة لو خطيتي خطوة ارطم لك رجليك. هاتي ده انت روش. سيبي اولية. الولية ده انا خاف منها. والله العظيم امك شكلها في الاخر هتطلع مش حقيقية وهتفاجئنا وهتطير. اسمعي كلامي. لا مش مننا. بص الناس كلها حاجة، بص هي غريبة، ربنا يستر، دي ما تدخلش البيت على جثتي. ممكن نفتح البوابة؟ نفتح البوابة. مبروك يا مدام، مبروك 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 يا جماعة. افرحوا. مبروك مبروك مبروك. اتفضلي. اتفضلي. اتفضلي.
يلا مبروك حبيبتي، الف مبروك. اهلك يا عرو، يا عرو مش بهزر، سوري يعني. ما ايه ده؟ لا they are very nice. نايس ايه؟ مليت ايه؟ كله رفيع مش لاقي ياكل وهدوم مقطعه. بقول لك يا حمايه، تعالى عاوزك، تعالى عاوزك. ايوه حلواني. لا ثانيه بس، الناس دي راحت فين؟ رايحين يخشوا جوه البوابه يهببوا. ايه اتفرجوا على ايه جوه؟ مفيش حاجه. اتفرجوا على ايه؟ فانت بعتهم كده اي هبل في الصحراء وخلاص؟ في جوه تعابين، خلي بالك. ما احنا بناخدها. طب الف هنا. بقول لك ايه، انت عشان طلعت وجدع معايا ووافقت على كل طلباتي، انا هعمل لبنتك احلى فرح. ايه رايك؟ مبروك يا حلواني، مبروك. ما تحطيش ايدك عليا، مش ايد دي. الف مبروك، الف مبروك، مع السلامه، مع الف سلامه. روح شمهم، شمهم بعض لحد ما اجي لك. انا هاخد بنتك كده في الصحراء انا وعروستي. معاك الله. اصحى ولا 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 ولا، كل هدو فوق، كل هدو فوق، كل هدو فوق. وفين السقفة رجالة؟ الحفلة لسه شغالة، ومش هنقول اسامينا عشان احنا عدينا في فرح حبيبي واخويا الحلواني. جينا وهنينا، كل هدو فوق، كل هدو فوق. اللي يحب حلواني يقول ايه، حب حلواني يقول ايه. حلواني يعني الرجولة، حلواني يعني ابن النيل، حلواني الحي هنا كل جبل في المنطقة، وكهف كهف، وطول ما العجلة شغالة الكهف بيجيب رجالة. وبالحي عروستنا الجميلة، فتاة الوادي، فتاة الجبال، فتاة الليل، صاعدة الثعابين، منار الجيار. وكل اللي يحب حلواني يقول ايه، اصحى. مبروك يا حلواني، الله يبارك. مبروك يا عروستنا، الله يبارك. قاعد الليل وراك دي، قاعد مراتك، قاعدها. انا دلوقتي هعرفك على عيلتي. لما انا شفت عيلتي كنت مشفتيش عيلتي. ناس طيبين قوي قوي قوي، غير اهلك خالص. دول اتنين ولاد خالتي، اول اتنين اتولدوا توأم راكبين فوق بعض، لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيتكلموا. هما الاتنين طول الوقت يا عيني يرتاحوا تحت الشجرة، يلعبوا في تقوم بعض كده يعني. باي 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 باي، انبسطوا انبسطوا انبسطوا. العروسة وما بيكلموش ولا حاجة، هما راكبين على بعض كده وبيلفوا الصحراء ليل ونهار يعني. طيبين قوي، طيبين قوي. اهلا وسهلا، شرفتنا شرفتنا. هو مين ده؟ ده ما اعرفش، بس يعني ابويا لما اتقتل في الحرب الاخيرة ديت وهو بيموت قال لي خلي بالك من عمك، فيعني نورت. بس راجل طيب. ها هاي هو. ها ها نورت يا عم، نورت. ده مينشو بقى التافه بتاع العيلة؟ أمر أمر وقعدته جميلة. والعلم بزنسمان كده. ها مع توكيل عظم. بصي بصي الأنواع، بصي. أجوه اوعى تكون جايبها لنا هدية، حاجة بسيطة كده. لا ده كتير قوي، كتير. ليه طلب تاني؟ أؤمر يا مينشو. واحد صاحبي هينحتى كده سوا مع بعض. يلا يلا حبيبي، هو هيطول شوية. مرسي حبيب حبيب، عايزك تولع الفرح. عقبالك عقبالك. تعالى ما تتكسفش، تعالى ما تتكسفش. ده ابن عمتي، مخلوق بيضحك على طول، فظيع. بصي بصي لو سكتنا احنا، بصي هو يعمل حاجه ظاهره في الجبل، ظاهره ظاهره. وبرده مش تافه، تاجر جلود من لو. بصي بصي جايب لك ايه؟ هديه بسيطه. تعبت نفسك يا اخي، تشكرين. عقبال ليلتك. حبيبي حبيبي، مبتسم على طول، جميل. انت شايفه عيلتي فين؟ البوفيه وفين اللحمه؟ ده الفرق بين عيلتي وعيلتك. شايفه ابن المفجوع ابوكي ده؟ اتفضل خد الخروف ده لوحده، يلا ازقز فيه واحنا هنجيب للناس. اوكي بصراحه يعر. بابا ايه يعر بصراحه؟ اصحابي هيعرفوا يغني، هيدلعوا لك الفرح. ما تخلي تغني انت يا حبيبي، انت حلو قوي. تكلمي بجد؟ اه والله والله. لا غني، عايز حاجه تاني. يلا غني حبيبي. حلواني حلواني. فاكرين فاكرين الجو بتاعنا؟ الاغنيه اللي كنا بنقولها واحنا في واحنا رايحين الكبرتان بتاعت الاتوبيس دي؟ ايوه فاكرين. يلا واحد اثنين ثلاثه. بدائي 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 بدائي. أموت أعيش ما يهمنيش، أموت أعيش ما يهمنيش، أموت وأعيش ما يهمنيش، أموت أعيش. ¡Suscríbete!
لو كانت جت على بوابة والأرضين فاضية ومتسابة الدنيا كانت تتيتم بدري ونوال واليما اه يابا لو كانت جت على بوابة والأرضين فاضية ومتسابة الدنيا كانت تتيتم بدري ونوال واليما اه يابا سمعني زغروطة تحية عساوين يا كومباوند الحلواني يا كومباوند بحبها يا هو ياهو ريحة حلو بزيادة خيرها فايد ولا ده بس عيالي ولادي الهرمة ما صنوش النعمة يا سادة ريحة حلو بزيادة خيرها فايد ولا ده بس عيالي ولادي الهرمة ما صنوش النعمة يا سادة والأخ بنفس على خوه على فوق يا كومباوين يا كومباوين يا كومباوين يا كومباوين أنا مش عايزك تقلق خالص يا بطليموس إن شاء الله كله هيبقى تمام أنا ما بقلقش ما تقلقش مولاي ليه دكتور نفساني يا مولاي؟ ليه إيه؟ دكتور نفساني يا مولاي خليك في شغلك ما تدخلش في اللي مالكش فيه مش عشان أقدم واحد في المعبد أسكت لك ترجع بواب تاني فضل أمرك يا مولاي إيه الناس اللي بتتحشر دي؟ أمر مولاي إيه يا مس من معت الكلام الفاضي ده؟ تفضحتني ولا إيه؟ بقى انا بقول لك بيني وبينك رايح للدكتور النفساني تعبان شويه الناس كلها عرفت ايه السياح ده مين دول شعبك يا مولاي طب خلاص مشيهم مشيهم يلا يا ابني من هنا يلا يا حبيبي يلا انا مش فاهم ايه لازمه الشعوب او اي قلق في الشوارع وخلاص مبسوط انت كده كل البلد عارفه انا رايح للدكتور النفساني هيقولوا خلاص عليا اتجننت يعني انا اخونك يعني يا بطليموس يا اخويا ده احنا متربيين حتى في معبد واحد متربيين ما الناس قدامك قالت وانا بألف فوق بقى عيب عيب فرج بكره على البرديات هتلاقي الخبر مرشرش فيها واتفضحت انا اوانطه حوش 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 مفيش اي حاجه هتنزل في ولا برديه بعون الله امك مسيطره انت يا عجل انت تعالى تعالى هنا ايه امك دي بتبيع كرشه انت هتعدى حدودك ولا انت بقى انت واقف قدام امي دي الملكه الملكه كليوباترا ملكه عليكم كلكم لان كلكم ولا حاجه فاهمني انت واهلك ولا حاجه
مش عشان بتمشى معاك في المعبد ومصاحبك تعدى حدودك فوق ما تحطليش ايدك على سرتك. انت بقى وانت بتكلمني انتوا بتاكلوا منين؟ من المعبد. بتلبسوا منين؟ من المعبد. بتقبضوا منين؟ من المعبد. يبقى تحترم ملكة المعبد. اصحى اتفضل روح دلوقتي على عمك بحبنبوت اللي ورا المعبد، ابنه مات تعيش انت، عزي وقوم بالوجه. لا حول ولا قوة الا بالله. وسيس قامت ده كان لسه معايا امبارح. مات مات، عمل خناقه موت مع الواد سمين نرمر بتاع شبرمنت، الاتنين قتلوا بعض. روح اعمل الواجب وظبط الجثتين. ها ظبطهم كده وفلترهم ولفهم لي لفه هديه عشان اقدمها لامي في عيد الام. امرك يا مولاي. ثانيه، امي اللي هي مين؟ الملكه. وانت ولا حاجه، انت واهلك. انت واهلك ايه؟ ولا حاجه. بانكسار ولا حاجه. الشعر ده يتحلق. اتفضل سلامه. امرك يا مولاي. الواد ما قاليش عياده الدكتور فين. بسم المعد بسم المعد. احساس فظيع يا دكتور. الناس فاكراني يا ما هنا يا ما هناك، فاكرني سعيد. بطلي موس الخامس عشر راح، بطلي موس الخامس عشر جه، وعيل صغير ومفرفش، امه ملكه، انت عارف كلام الناس والاشاعات، مع المشوي مشوي والمقلي مقلي، وبيضيفوا كمان. وقد ايه ده سعيد ومتهني اني بالعكس تمام. بطليموس الخامس عشر جواه حزن شديد، حزن شديد يا دكتور. يا دكتور الجو ده مين دول؟ ما تقلقش، دول بيدونوا كل كلمه بتقولها سموك علشان اعرف احدد المشكله. حلوة قوي كل اللي بقوله. طب كويس ان انت قلت لي. ان شاء الله بكره الصبح بعت لك عم حسن النقاش بتاعي يدي وشين. معلش سوري عشان ده كلام، دي اسرار عيله وحاجات شخصيه، ما تعرفش ممكن بقدره قادر بعد الاف السنين نبقى تاريخ ويعملوا لنا متاحف. ما يرضكش السياح يقروا الحاجات العائليه. سوري يعني. سموك تعمل اللي انت عايزه، هي بلد امك. يا دكتور الطريقه دي، ايه بلد امك دي؟ شتيمه ولا على اساس ان امي ملكه فعلا؟ بالعكس ده شرف لينا. اتفضل كمل لو سمحت. ابدا يا سيدي، انت عارف اللي بيتقال دلوقتي في البلد. بس انا مشكلتي الحقيقيه يا دكتور ان انا مش حاسس بتميز في الحياه، مش لاقي نفسي. انا مين؟ في زحمه. هتقول لي انا بطليموس الخامس عشر، اقول لك ايه، في 40 بطليموس في العيله. خالي بطليموس ال13، جدي بطليموس ال20، جوز عمتي اللي هو سافرنا في كندا دلوقتي بطليموس ال22، جوز خالتي بطليموس ال26. عارف في بطليموس كتير في الموضوع. عارف لو كله يعني لو كله بطليموس وانا شريف كده في النص هبقى مميز شويه، بس دربكه زحمه. بصراحه العيب على الوالد، كان ممكن ما يوافقش يسميك اي اسم تاني. انت عارف بقى بصراحه الراجل لما بيبقى متجوز ملكه بيبقى مكسور شويه. معلش انت عارف ام الملكه يعني. فاكر حضرتك فيلم مراتي مدير عام؟ نفس الفكره نفس الفكره. فانا يعني الراجل نعذره حقيقه يعني. وبعدين اللي شاغلني دلوقتي موضوع الاخ ماركا انطوني الواد الصغير ده. كلام مال البلد انه بيرسم على امي وجو كده مش لطيف يعني. عارف مش عارف اعمل ايه. والوالده موقفها ايه؟ الوالده ما انت عارف، ست حلوة وصغيرة وملكة، مين يجرؤ يقول لها أنت بتعمل إيه؟ يبقى مجنون حتى لو كان ابنها. استغفر الله العظيم. إيه يا دكتور في إيه؟ أنا ما قلتش حاجة. إيه الأداء ده؟ أنا بقول في مشاعر نبيلة بينها وبين أنطونيو، وارد يعني، لكن حسستني إن أمي بطالة والعياذ بالله. إذا كان كده معلش، بس خد بالك من الولد ماركا أنطونيو ده لأنه مش سهل، ممكن يعمل بين أبوك وأمك فورتينا. بتقول لي اعمل ايه يا دكتور؟ شور عليا، انت خوفتني قوي لما قلت لي فورتينا. خفت يعني اسمه اقتله اكري عليه بلطجيه؟ توكل على الله. خلاص كلم الشباب في الدق دلوقتي قوموا بالواجب. الله يريح قلبك. بس ما قلتليش مين الاخ اللي في حضنك من اول ما جيت؟ ده توني الرابع عشر. توني الرابع عشر، يا عيني هيطلع معقد نفسيا زي. اكيد في توني الرابع عشر كتير في عيلته. لو بتحبه أنصحك أخنقه قبل ما يواجه المصير اللي أنا واجهته.
أنطونيو وأنطونيو أنا مالي روحي نعم. شايف أمي بتعمل إيه؟ قلبي معاك يا صديقي. قشطه، هو اللي بدأ المعركة. بص هجيبها فين؟ ها؟ أنطونيوس إيه اللي حصل لك؟ تسلم إيدك. قفشتك يا ابن الكلب. حظه وحش قوي، شفت السهم جه فين؟ جه في الجزرولة. بس وشرفك وشرفك السهم الجاي في ودنه بإذن الله. التعظيم يا بطليموس، طول عمرك فارس بارع. أنا ما أحبش حد ينافقني، قول لي أنت أقوى رجل في مصر. ولد أمك. يا نهار اسود، أنا عارفة حركاتك دي، والله ما أنا سايباك. سامحيني يا ماما، أرجوك سامحيني سامحيني. وديني وأيماناتي لهنفخك يا بطليموس الكلب. أني بطليموس؟ أنا ولا عمي ولا خالي؟ إحنا 60 بطليموس لغاية. اخرس اخرس خالص. اللي أنت عملته مع عمك مارك أنطونيوس ما يتكررش تاني، ما يتكررش تاني، وإلا وشرف أمي أعلقك أعلقك. وانت عارف بقى امك وقلبتها. اصل هو بصراحه كان واقف مقمبر كده في اغراني، قلت فور فان يعني. ولد اخرس، اطلع اوضتك. حاضر. تعالى هنا لسه ما خلصتش، وبعد كده عايزاك تقعد في اوضتك دي على طول. حاضر. تعالى هنا لمده 3 ايام. حاضر. ايه ده، في ملكه تقول وشرف امي لنفخك؟ يا رب عرشك يزول. ده ايه الزهق اللي انا فيه ده؟ يعني محبوس في قصري وفي اوضتي وبرضه زهقان. الواد مش من معد فين؟ ما بعت له مسج. ايه ده، انا نسيه خالص. غطست كده. انت فين يا زفت؟ ها؟ بس ما ردش عليا ليه؟ ما ردش عليا ليه؟ ايه ده، وانا بعتها له لسه؟ انا دماغي جرى فيها حاجه. لا انا مش مظبوط، انا مش مظبوط. سن ايوه، الحمد لله على السلامه يا حلوه. وريني الامور قال ايه. ايوه. ها، انا في المعبد. ماشي، ان شاء الله عنك ما جيت من المعبد. ابعت لي اي حد بباكو بسكوت. بس تعال تعال يا حلو، تعال يلا. سند اوعى. وانت كمان ما معيش فلوس؟ ابعت لي نص جنيه. تصدق انت رخم، ولا عايز منك حاجه ولا نص جنيه ولا زفت. انا هصرف، هيذلني عشان بسكوت. يا كبير الخدم، هات لي يا ابني الشاي بلبن بتاعي. ايه ده، ايه الجرأة اللي حصلت في القصر فجأة دي؟ مين المتهور اللي طلب لنفسه مشروب زي جايب التانية دي لمين؟ مولاتي الملكة يا مولاي. مولاتي الملكة؟ أمي يعني. ها؟ طبعا ما هي ملكة وأمي، مش قادر أتكلم معاها، كل حاجة تقلدني تقلدني. ما علينا. إيه النظام؟ نظام إيه مولاي؟ مش فاهم. نظام إيه، أنت هتستهبل ولا إيه؟ نظام السقسقة. آه، تقصد حضرتك البسكوت. البسكوت، انا بقصد البسكوت. مفيش حته كده سقسق بالشاي؟ انا اسف يا مولاي، حساب السقسقه تقل قوي. حساب ايه؟ السقسقه. يعني انا لو ما دفعتش مش هسقسق؟ مش هسقسق. ولو قلت لك استنى عليا شويه مش هسقسق؟ مولاي الحاله بقت كربه قوي، الشعب مش عارف يسقسق. انا ذات نفسي شغال عندك وبقالي فتره ما سقسقتش. ان شاء الله ما سقسقت انت ولا الشعب. انا مالي، انا عايز اسقسق دلوقتي. بسكوت بشاي بلبن، خلاص قول لهم هنصرف لكم اعانه. اديني بقى خليك جدع. اي حاجه، اي حاجه. ايوه كده يا حلو يا حلو. فار فار فار، اعمل حاجه. انت تقف تترش؟ امال الحارس ايه وليد ايه؟ حملك عصابك. دخل هنا، انزل مواجه. مولاي انا بامرك تقتله. قلبي ما يطلعنيش. ان شاء الله قلبك يتحرق. هات الفار، انزل، ده انا بترعب منه. بص عليه كويس، اقفشه اقفشه وفسخه كده. ايه مولاي؟ ايه؟ انا خادم كبير اجيب شاي وحليب، لكن قتل لا. ايه الاوفر ده؟ ايه؟ انا بقول لك اقتل ابوك. خلص، ابوس ايدك. مولاي إيه؟ انا جات لي فكره. ايه؟ احنا نحط له سم فلان. خرب بيتك، ما تقول كده من الصبح.
طب هنجيب السم منين؟ معايا يا مولاي. ايه ده انت جاهز كده على طول؟ انا ديلر اساسا. حلو حلو، انا احب الشغل الجاهز. يلا. ايوه حلو قوي كده. خلي بالك هو ممكن يكون شايفنا من هنا ومن هنا وبيراقبنا، فاحنا نعمل ايه عشان ما يعلمش الكوبايه؟ احنا نضحك عليه ونلف الصينيه. بس كده. قشطة. الله يخرب بيت، دي سيرة والله. أنا نفسي ما اتعلق وما بقتش عايز أشرب. اشرب أنت كوباية، أنت غلبان. اشرب اشرب. مولاي إيه؟ ممكن الكوباية يبقى فيها السم. لا عيب عيب، وأنا أبيعك برضو. ما حطيت أنت السم أنا ركزت في الكوباية، فيها شوية لبن أكتر من التانية. امسك يا جدع امسك، ده إحنا مربينك في القصر، ده أنت ابننا. اشرب يا حبيبي اشرب. استنى قبل ما تشرب، مش عايز أي حاجة أعملها لك لعيالك أي حاجة. نفسي أسأسأ أنا ولادي. هتسأسأ أنت من جهة، هتسأسأ هتسأسأ. يلا اشرب عشان تقعد تقول للشعب عايز يسأسأ. بالسلامة يا حبيبي. حاسس بإيه؟ مولاي أنت مش مظبوط صح؟ اه هو ده هو ده. حاسس بدوغة وإيه؟ غممان نفس. وإيه؟ غممان نفس. غممان نفس؟ اه. طب اشرب قول لي إيه كمان؟ اه إيه؟ تقلصات. هو ده الشغل؟ إهراسات. هو ده الموت. هو ده الموت. اه استنى، أنت هتترمي في الأرض بالكوباية بتاعة القصر؟ أنتوا اتجننتوا؟ عهدة لـ60 داهية. ها قربت مولاي. يلا باي باي مولاي. في 60 داهية مولاي. انزل بقى زهقتني، بتموت في 3 أيام. حلوة قوي فكرة الشاب ولبن دي، حلوة قوي. طب ما انا ممكن اعزم الاخ مارك انطونيو اللي عامل لي فيها وضع امور ده وبيتنطط، اعزمه على كوباية شاب ولبن. حلو يا نائب كبير الخدم، اعملوا لي يا ابني فنطاش شاب لبن، وهيروح هدية للامير مارك انطونيو. في قلبي فرصة لا المجموع ضعيف. لا ماما، لا ماما، لا ماما، ماما لا. بطليموس بطليموس ابني. ماما لا ماما لا. ابني حبيبي. ماما ماما. مالك حبيبي؟ كابوس يا امي، كابوس فظيع. خير خير يا حبيبي؟ لا شكله مش خير بصراحة. بص بقى ماما، انا هقولها لك وانت براحتك، ارجعي على اللي انت بتعمليه احسن، اخرتك شكلها زي الزفت. ايه حلمت اني هتقتل في الحرب؟ لا 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 يا ريت، انا حلمت ان انت بعد كذا الف سنه، سوري يعني، هيعملوك علبه سجاير. سجاير؟ آه. ايه يعني سجاير؟ هتسخت يعني؟ لا تسخطي ايه، سجاير اللي هي بينفخوا فيها حاجه شبه الجوينت كده، عارفه بيجيبوا ورق كده في المستقبل هيسموه مش عارف بفره بقى ولا ايه، وبيلفوا التبغ قصه كده. المهم ان انت هتتحولي لسجاره. طب ومش كده بس، طب ايه ده، هيبيعوكي فرد وهيسموكي كوكو الضعيف. هات لي يا ابني 4 كليوباترا 3 كليوباترا، ده يوم يا رب يا رب ما اعيش اليوم ده. طب حبيبي ايه يا حبيبي؟ بطاطس سوستي اهديكم الله. اهدى يا حبيب، اهدى يا روح ماما، اهدى. انا هديت بقالي ساعه بهدى، انا هديت. انا عارفه انه موضوع عمك مارك انطونيوس مأثر على نفسيتك شويه، بس معلش يا حبيبي بكره تزهق تتعود. تنسي نفسك ولا ايه؟ انا الملكه والمجد ليا من السحاب للتراب، ما تنم وتستغطى بقى. استغطى؟ في ملكه تقول استغطى ومن السحاب للتراب؟ يا نهار اسود. طالما استغطى بقى لو سمحت انزاحي شويه عشان عايز اقوم اشطف. كليوباترا ملكة شطرة، بس مالها ليها فترة، دي بتبكي ولا مالها حتى قطرة؟ كليوباترا كليوباترا ملكة شطرة، بس مالها ليها فترة، دي بتبكي ولا مالها حتى قطرة؟ كليوباترا قلب 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 خطرة، والمصايب نازلة مطرة. قلب 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 خطرة، والمصايب نازلة مطرة. فوق دماغك فوق دماغك فوق دماغك يا كليوباترا. Got a
حياتنا كابوس وابويا في البيت قاعد في البيت مكبوس والشعب الغلبان قاعد شقيان بلبوس كليوباترا مدورها والناس مش لاقية هموس بركة أنطونيوس قالب حياتنا كابوس وابويا في البيت قاعد في البيت مكبوس والشعب الغلبان قاعد شقيان بلبوس كليوباترا مدورها والناس مش لاقية هموس فيه ايه يا كليوباترا هتطيري وتتنطري نظرة وتبيعي في سمك بطلة على شوق شوقك يا كليوباترا وافتكري مين الغلطة والمصايب نازلة مطرة فوق دماغك فوق دماغك فوق دماغك يا كليوباترا اوب يا ماما يا ماما مش وقته مش وقته انا وصلت ايوه انا قدام المحكمة طب استنيني شوية خد البت دي يا عم انت بنتك ولا بنتها لو سمحت يا حبيبي ايه ده ايه ده رجلي اللي رجلك ايه انا مالي ما انا عايز انزل عندي شغل اتفضلي لو سمحت وسعي شوية رجلي رجلك ايه مش مقطوعة ده ركبها بتقول ده ايه القرف ده اوعي رجلك استغفر الله العظيم يا رب زقيني يا بنت زقيني زقيني يا بنت صغيرة زقيني انت متأكد ان المحامي اللي انت جايبه لي ده هيكسب لي القضية عيب عليك ده انت اختي ده انا جايب لك محامي عمره ما خسر قضيه قبل كده وهيخلي طليق ده يلف حوالين نفسه ده احسن محامي على مستوى شارعنا ويبقى يوريني بقى هيشوف ضافر بنته ازاي وقسما عظما انا لا اهو الاستاذ وصل اهو صباح الخير يا جماعه انا اسف اتاخرت عندي مشغوليات معلش ايوه ماما يا ماما عيش ايه وفرني ايه عيب كده يا ماما انا في المحكمه ما تعطلنيش حاضر حاضر مع السلامه مع السلامه معلش معلش دي قضية الخلع ها؟ طبعا ان شاء الله ما تقلقيش يا مدام وانت هخلعك وهجيب لك اعدام مش هخلعك بس يا استاذ تخلعني ايه ده انا اخوها اخوها امال هتتخلع من مين؟ من جوزها فين هو جوه ها؟ اه طبعا مش هو شايل المخدرات فين؟ شايل يا استاذ دي قضية خلع يلا 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 يا استاذ اتفضل معايا ده هو حظه نحس شكله فقري لان انا مخنوق النهارده من التوك توك ومن امي ايه ده مين ده؟ يتقابل فوق يا مدام مين الراجل ده تعرفوه؟ ده جوزها يا استاذ جوز مين؟ جوز اختي يا نهار ازرق انت مصحيني من 7 الصبح عشان اجي اخلع مقابل الاهبل ده يوم اسود هو واهله احبسه هو واهله لو سمحت يا مدام لبسيني الروب انا هدخله داخله في المحكمه يوم اسود اتفضل لو سمحت ساعدين عنك يا استاذ اتفضح ده لا مش شرطي ده القاضي اول ما اشوفه هيحبسه مش هيخلعه بس المهم حضرتوا لي الاتعاب طبعا جهزوها جهزوها يا سيادة القاضي إن هذه الأم الوحيدة الغلبانة الكثيرة النمرودة نمرودة إيه يا أستاذ؟ لا يا فندم أقصد البنت الصغيرة المقروضة البنت الصغيرة المقروضة دي يا فندم من حقها إنها تكبر وتترعرع بين أمها وأبوها هذا الأب العظيم الأب الحنون اللي كله تواضع فممكن عنده 100 بدلة يا فندم لكن جه المحكمة بالشرط عشان يراعي شعور الفقراء أنا بطلب من عدالة المحكمة ومن هذا الأب العظيم اللي مش موجود في الدنيا إن البنت دي تطلع في حضن أمها الحنونة المجنونة يا سيادة القاضي أنا مختلف مع الأم دي كتير لكن في النهاية يا فندم هي أم طب أقول إيه ما هي أم أخ أقول راجل يعني سيادة القاضي أنا بطلب من حضرتك توقع أقصى العقوبة على هذه الأم هذه الأم المستهترة تخيل يا فندم إنها بتنزل بالليل وتسيب البنت الصغيرة وتسهر لحد ما النهار يشقشق والبنت لوحدها أنت بتقول إيه يا أستاذ؟ بنت إيه اللي بتسهر لوش الصبح؟ ما
بقول لك ايه، ابو البنت دي انا عارفه وحكمت عليه في 7 قضايا زي دي قبل كده، وعارف كل قلاعيبه، يتجوز ستات محترمين وبعد كام شهر يطلقها. يعني معنى كلام حضرتك يا فندم ان انا هكسب القضيه؟ ارجوك يا فندم عشان مستقبلي، انا عايز اخسر القضيه دي. اديك شايف يا فندم يعني ده وجه ابلي كله. ايوه اسكت بدل ما احبسك. حاضر. حكمت المحكمه برفض الدعوه المقدمه من السيد حسام الدين صبحي لحضانه ابنته ومطالبه المدعى عليه بالمصاريف والاتعاب. رفعت الجلسه. الله اكبر، الله اكبر، الله عليك يا استاذ، الله اكبر. مش فاهم ايه اللي خلاني كسبت القضيه الزفت دي. خد من يسر. ايوه انت تعالى ما تستهبلش. تعالى عايز ايه انت بقى؟ انا تخسرني القضيه؟ ده انا ورايا رجاله تبهدلك. اوعى تكون فاكر الجلاليب دي هتنفعك. لا ده هيبهدلوك. كريم. مين كريم؟ هجوم. بص يا شباب، احنا عايزين نتفق. البنيات كده، الافيان كده، مش كله يضرب نفس الضربه عشان اضربوا يا رجاله. اديله اديله اضربوا اديله يا كريم. انا بحذركوا حد مني. اهدي ايدك يا كريم. انا بقول لكم بحذركوا اي حد مني. ايوه انا حاسس بتغيرات في وشي. انا عايز اقول لك كلمه واحده بس. تعالى محمود البطيخ قالوا عن حد بتاعك ولا لا؟ قول لها ابنيه واحده. انا هخلي رجالتي يقطعوه. اضربوا يا كريم. الشاي بلدينا اللي طلبتها. انت لسه فاكر؟ والله انت راجل ابن حلال. والشنطه كمان حبيبي. معلش انا كان عندي مصلحه فوق. انت عارف بقى المحاماه شغلانه فظيعه، شويه تحت وشويه فوق. توك توك. ناقصه رقم مجهول واستظراف. الو. الو. ايوه مين؟ مش مهم تعرف انا مين، المهم تنفذ كل اللي حولك عليه بالحرف الواحد. لا بقول لك ايه، وحياة ابوك انا شايف المر ومخنوق. لو شفت شكلي يعني هتفهم، مش ناقصه لطافه. اخلص. على فكره انا ما بهزرش معاك، وكلمه زياده انا ممكن ادمرك. دمر مين يا تافه انت؟ من سيفك نصفك ليه؟ انت محامي ناجح ونعرف عنك كل حاجه. اعرف عنك اللي انت عمرك ما تتخيل ان حد يعرفه عنك. يا سلام، ده كلام عام. اللي يثبت لي ان الكلام بتاعك ده مش حوانطه. النهارده الصبح. ايه اللي حاصل النهارده الصبح؟ كان عندك امساك، اضطريت انك تاخد ملين. اضطريت اخد ايه؟ ملين. ملين. مساء الخير يا دكتور ناجي. لو سمحت مش عايز هزار واستظراف دلوقتي. باي باي. لا يا حبيبي، انا مش الدكتور ناجي بتاع الصيدليه. تفتكر الدكتور ناجي هيعرف كمان انك رفضت تسلك بلعه التواليت قبل ما تنزل؟ بلعه التواليت؟ لا ده الموضوع كبير قوي. حضرتك بتراقبني ولا ايه يا فندم؟ انا مش براقبك، بس انا وراك خطوه بخطوه زي ظلك. انت النهارده الصبح ما لقيتش صابونه في الحوض واتشطفت بصابونه الميه. ايوه ايوه، وكانت زفره. لا يا فندم، حضرتك من انهي جهاز؟ انا خدام، انا تحت امرك، انا ما عملتش اي حاجه. انا اسف توترت قوي قوي، ممكن السواق يقلبنا بالعربيه. بعربيه ايه؟ ما انت اكيد عارف ان انا راكب توك توك. هكذب عليك ازاي؟ امرني، انا تحت امرك، انا خدامك. اسمع اللي هقول لك عليه، اكتب عنه. هات 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 يلا هات يلا. اتفضل يا فندم. اكتب ايه يا فندم؟ 14 شارع الفواكه. 14 شارع ده بيت حضرتك؟ حضرتك محتاج خضار للبيت، اعمل اي حاجه. قوم. العنوان ده تقفل معايا وتروح على طول، وما تتحركش من هناك لحد ما اكلمك. حاضر. بس يعني لو تكرمت اديني نص ساعه اتغدى مع ماما في البيت وهاجلس عادي. لا، في حد بيتهدد، بيقطع التهديد. صدق صح. انا اسف. عندك، انا تحت امر حضرتك يا فندم. بس فعلا انت متاكد من موضوع البلاعه والحاجات؟ فضل. اوكي تحت امرك. باي 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 باي. انا كان مال انا ومال التفاهد. يخرب بيت المجهول وسنين المجهول. امر يا فندم، انا منتظر تعليمات سعادتك. اسمعني وركز معايا. انا مركز بنسبه 100% حضرتك. امر. شايف محل الكوافير اللي قدامك؟
قدامك ده؟ شايفه ايه سعادتك؟ ده انا واقف على باب. ادخل جوه الكوافير. ادخل. حاضر. ادخل. حاضر. حاضر. يا نعمت يا نعمت يوه هتفتح يا خويا. ايوه 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 فندم. ايوه انا جوه الكوافير بالفعل. اسال عن مين؟ نجوى باديكير؟ تعالي تستظرف معايا. حاضر حاضر. لو سمحتي مدام نجوى باديكير فين؟ معرفش. تاسفين. ايوه يا بيه. ايوه حاضر اوصل لها. لو تكرمت يا ست لو تكرمت. حاضر حاضر. وعامل لي فيها سسبنس وعمال راعبني على التليفون. باديكير ايه؟ ما نشوف اخرت. يا اخوانا فين نجوى باديكير؟ يا نجوى. ايه مين؟ ما تقول ان انت هنا. ما تقول اهلا. اه تمام الهدف تمام يا فندم. ايوه فندم الهدف ورايا. اه قولها المبرد اللي معاها ده مش بتاعها. فهمها انها خدت بتاع مدام بيسا. المبرد اللي معاك مش بتاعك بتاع بيسا؟ انت حضرتك بتتكلم بجد؟ طب خلاص. اه سين سين ده سين. اوكي كده فهمت. اوكي حاضر مع السلامه. اظن مش من الذوق ان الناس تصنف على بعض على فكره. مساء الخير يا نجوى. مؤاخذه يا مدام معلش. مساء النور. عندي ليكي كلام مهم قوي هقوله مره واحده. المبرد اللي معاكي مش بتاعك. مش بتاعي؟ امال بتاع مين؟ بتاع بيسا. ومين قالك يا اخويا؟ مش مسموح لي اقول معلومات اكتر من كده وخلي بالك من نفسك. طب قول لي مدام بيسا يا كلبه نجوى باديكير بتقول لك انها بطلت تلطش من سنه 88. 88 عن اذنك. لا براحتك عادي براحتك عادي. يا نهار اسود انا راجل محامي اقعد القعده دي والبان وشعر ونيله. يا رب يا رب والنبي اخرتها ايه؟ استرها معايا. صدق ان انت راجل كافي. وحياتي النعمة راجل كافي. اتجللت؟ لا 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 يا فندم. بقول للواد بتاع توك توك كان هيدوس على ركبتي. هو انا استجرى يا باشا؟ انا استجرى. قالت لي ايه؟ اه بلغتها الرساله. قالت لي قول لبيسا يا كلبه نجوى باديكير بطلت تلطش من 88 بالتحديد. اه ممكن بقى تحن عليا وتسيبني اروح اكل لقوم وانام؟ لا مش هتروح. اكتب العناوين دي. حاضر مش هروح مش هروح. بس انا نفسي اعرف حاجه. انت ازاي عارف عني كل اسراري كده؟ انت فاكر ان انا ما اعرفش انك بتخاف من الفراق؟ موت موت. شوف شكلك بقى هيبقى ايه وسط زمايلك لما يعرفوا الموضوع ده. بقول لك ايه اسمعني. اعمل حسابك انك هتفضي نفسك اليوم كله لان هقول على كل الاسرار دي. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم فاهم. مين؟ السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. زعق شوية. السلام عليكم. عليكم السلام. عايز ايه؟ انا اللي جاي اسأل على اللحمة والحتة الانتركوت. سمعني يا ابني مش سامع. الله يخليك. نعم. الله يخليك. اعدل لي السماعه لاحسن من السمعه. اعدل لك السماعه ليه؟ ما بحبش احط ايدي في ودني حد. انا مال انا؟ معلش يا حبيبي. طبعا. انا زي امك برضه. طيب طب قربي شويه. اهو يا ابني ليله سودا. سامع كده؟ ها كده تمام؟ ايوه كده. انت بتزعق ليه؟ صورتني يا شيخ. معلش انا اسف. عايز ايه؟ بقول لك انا اللي جاي اسال على اللحمه والحته الانتركوت. اه هو انت كلمه السر ايه؟ اللحمه لسه ما اتشوحتش. خليك مكانك. حاضر يا معلمة. خلي بالك عليها. انا عداهم حتة حتة. حتة حتة ايه ونيلة ايه؟ انا راجل محامي. انت مجنونة يا ستنتي ولا ايه؟ ليه وانا اول مرة اشوف لحمة؟ بقول لك ايه؟ ما تيجي تغير لي الانبوبه جوه؟ ما بغيرش انبوبه لحد. تجننتي. انبوبه ايه ونيله ايه؟ ايه ودي يا سلام. طب روح هات لي خمس ترغيفه من الفرن اللي جنبينا. اقسم بالله احبسك وربنا احبسك. هاتي لي شويه ميه لو تكرمتي. بتقول حاجه؟ شخص لا يا ربنا يترشك اكتر واكتر. ايوه ايوه والله جبت كل الطلبات قدامي اهي. ايوه وادي البسطرمه. ايوه شكرا. وجبنه الرومي. ايوه موجوده. والبتاع اللي بتسلك البلاعه مش عارف تعيزها ليه. اوكي حاضر. ايه حلاوه شعر؟ لا مش هجيب حلاوه شعر وربنا ما انا جايب حلاوه شعر. شكرا قوي. الله يخليك. دي ليها كيس ولا خدها؟ خدها كده خدها كده. شكرا الله يخليك. سلام عليكم. قلتها لي كده الله يكرمك. قلتها لي كده. ايوه شكرا. سلام عليكم.
حاجة يا فندم؟ اصل انا كنت عايز شراب فببص للمنطقة بتاعت الشراب مش اكتر، وبعدين عادي بني ادم يعني ما تحرجنيش كده. انا كنت عاوز شراب كولون شبك يا فندم. شبك في حاجة حضرتك؟ لا يا فندم اتفضل كمل. الله يخليك. وثلاثة كرسي اكس لارج. حضرتك بتبصيلي كده، هي اكيد مش ليا صح؟ اكيد مش ليا. ما انا بقول كده، انا محتاج كرسي ولا انا هلبس شراب بشبك؟ فارجوكي انا جاي اساسا متضايق ومخنوق وواقع في موضوع مش لازم احكيه لك. لا فما تحرجنيش اكتر من كده. يا عمي حاضر حاضر، قلت لك اعمل لك كل اللي انت عايزه. عناية حاضر، سيبني بس ارتاح ليله في بيتي، وبكره هودي لك البضاعه في المكان اللي انت عايزه. انا بقيت بخاف منك قوي على فكره. بس ما تنساش تشيل الجبنه في التلاجه. حاضر هشيل الجبنه في التلاجه. تؤمر باي حاجه تاني؟ حاضر. قلت حاضر ما بقيتش اقول غيرها. يا رب يا رب عطرني فيه، ده انا كنت هشرب من جنبه. ايوه يا اخويا. حاضر 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 حاضر. ده انت كرهتني في عشتي. اوعى تكسر البيض. اوعى ايه؟ اوعى تكسر البيض. لا مش هكسر البيض، لا مش هكسر البيض. بس انت صوتك بيقطع ليه؟ ما تقوم كده ولا تتحرك في مكانك. والله اقف. ايوه ايوه سامع كده كويس؟ سامع سامع، وهنفذ لك كل اللي انت عايزه. بس سيبني بس نص ساعه، عشان ناس كلموني من المحل قالوا لي ان ارض امك في ناس سطوا عليها. يا لهوي. ليه 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 تطلعي انت الرقم؟ ليه يا اما؟ الحمد لله على السلامه. ما تستفزنيش ما تستفزنيش. ايه الفشه دي؟ ما تيجيش دعوه. ليه عملت فيها المرمطه دي كلها؟ ليه انا اروح للبنت باديكير؟ ليه اللحمه ما تشوحتش؟ وجبتي الحاجات دي منين اصلا؟ انت غيرتي صوتك ازاي؟ الموبايل الجميل ده اللي انت جايبهولي، احيانا انا بستعمله مرايه، بس فيه بروجرام هايل خالص بيخلي الصوت كده تخين وحلو. والنبي يعني اول ما تتعلمي البروجرام تتعلمي في ابنك ياما؟ حرام عليك. معلش يا حبيبي، نفسي اسمع بس حاجه واحده، انت عملتي فيه كده ليه؟ عشان انت اناني ما بتحبش الا نفسك، مش شايف حد في الدنيا اللي انت وبس. أنا آسف يا أمي، أنا آسف. سامحيني سامحيني يا أمي، خلصيني من الحلقة دي. الله يخليك الله يخليك، خلصيني من الحلقة دي. انت مين؟ انت عايز مني ايه؟ الو انت مين؟ انت عايز مني ايه؟ انت فاكر اني خايف؟ انت اهبل ولا ايه؟ عمري ما قبلني واحد زيك انت منه اقلق طز فيك. انا لو اتخلق هفوت فيك. انت مين؟ انت عايز مني ايه يا عم؟ انت مين؟
افعلوا. موجود عندي في المحل. بيشتغل محامي ومربي سكسوكة. عيب يا باشا، وانا اول مرة يعني يا باشا. ما يلا بقى يا مرشدي، السرغة هتنشف. طب بالاذن يا باشا كده، علشان الزبون استعوان. يلا سلام سلام. لا مؤاخذة، كنت بكلم خالي. لا ما حصلش حاجة. مساء الخير. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ده ايه النور ده كله؟ الله يخليك، نعيما مقدما يا اخ. الله ينعم عليك. الله يخليك، نورتنا يا باشا والله. شكرا، مقابلتك حلوه ومحلك جميل، ربنا يبارك يا رب. ربنا يخليك. اشكرك اشكرك. لا والله، ده انا مش مصدق نفسي. ليه ليه ليه؟ انا حاسس اني بحلم. انت ما بيجيلكش زباين ولا ايه؟ لا لا، بالنظافه دي ما بيجيليش. حبيبي حبيبي. ممكن تتفضل معانا من غير شوشره؟ طب ممكن البس هدومي؟ لا انا عايزك بملايه، عايزك متلبس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مرشدي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. في مشاكل ولا لا حاجه؟ لا لا مفيش حاجه، ده البوليس وياخد واحد كده كنت ارشدت عنه. انت اللي مبلغ عنه؟ ايوه. ربنا يديك الصحه. نورت يا باشا. شكرا. خلينا في موضوعنا بقى. انا مش مصدق نفسي. الله يخليك. شعر ولا ده؟ لا ان شاء الله ستر. ستر؟ بقالي فترة اسبوعين ما حلقتوش، مش قادر اقول لك، مش عارف اقفل القميص، فعايزك تهندمهولي كده لو تكرمت. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. انا عمري ما شفت كده قبل كده. ولا هتشوف، ولا انت تقريبا. ده يعني احنا تقريبا العيلة الوحيدة على مستوى العالم اللي ربنا اكرمنا بالموضوع. مش انت الوحيد اللي كده؟ لا لا لا، العيلة كلها. العيلة كلها كده؟ بس مختلف الحقيقة، يعني كل واحد هو نصيبه بقى يطلع له الشعر فين. يعني عندك ابويا الله يرحمه كان بيطلع له في كوره هنا كده، يعني فتلاقيه يمشي عارف. بتفيده برضه في الحر، يعني ربنا بيبلي الحمد لله الحمد لله. اخواتي البنات تقريبا قرع بس ماشي. لا بيجيبوا بقى وبوريك ولا حاجه، بنوفر لهم احنا، تاخد من اخوها من عمها من عارف حاجات كده. الحمد لله. بس انت كده يا باشا هتتحسد. والله انت، والله انت راجل طيب. انا محسود اوريدي، مش بتحسد. مش قادر اقول لك كل نجوم المجتمع، خد عندك فنانين، مطربين، لعيبه كوره، فريق السكواش، ابتدوا يكلموني بتعمل الشعر ده ازاي يا جماعه، احلف لهم والله ما بايدي، محدش بيصدق. بس الحمد لله ربنا يحفظنا. انا عايزك بس يعني ايه تفرده لي فرده بالسشوار لحد قبل السره بقرتين عشان اللوست ارجوك. انا الاثنين يا باشا. انت راجل طيب وانا حبيت. انا مش عارف ابدا منين بس. لا يعني لا لا، تبدا ايه؟ هو تعمل كده؟ لا لا، ده ما تحطش عليه مكان، ده اثار، اعتبره اثر من الاثار. يعني هو بايدك ويا دوب انا ابقى معاك كمان. الله يخليك. طب يا باشا تحت امرك يعني. انا اللي تحت امرك. بس معلش يعني على ما افكر هبدا منين. هعمل مكالمه صغيره. انا مستعجل اطمن على حد عشان خاطري، اصل هي تعبانه شويه. معلش، الامهات كلهم بيتعبوا وبيبقوا كويسين. دي واحده ارجوك، هتعطلني كده. ايوه يا باشا، لقيته. ايه ده؟ شعر صدر كبير قوي يا باشا. ده انت هتلاقي معجزه، حاجه عظيمه. تعالى بس ما تتاخروش، وحياه النبي ما تتاخر. ها؟ لا لا، بقول لك بس يا ريت، انا نفسي اتصور معاه والله. بس بس ماشي يا باشا. اتصور معاه بس اكمل بس. ماشي يا باشا. لا يا باشا، ما انا عمري اتاخرت عنك ولا كتبت عليك في حاجه. موجود والله. هات انا اقول له، هات انا اقول له. انا موجود يا فندم. انا موجود. لا لا، الراجل ده مش كذاب. اوكي اتفضل اتفضل. شكرا على التعاون الجميل ده. انت بلغت عني صح؟ انا بص، الفكره عجباني، حلاق ومرشد وبيرشد عن زباينه. هنعمل ايه بقى؟ مين بعد كده؟ هو بيقبضوني كويس. ربنا يديك الصحه. انا راجل طيب. المحلات دي ما بقتش تاكل عيش. طب ما تيجي شويه كده قبل البوليس يجي. كله بقى يقول لك بيوتي سنتر. مش عارف ايه. خربوا بيتك. خربوا بيت، الله يخرب بيوتك. معلش اتفضل. ده لسه حسابك عند ربنا. استنى تعالى. اتفضل يا باشا. اتفضل اتفضل اتفضل. قبل ما يتوبوا علينا يا باشا. انا مش عارف ابدا بايه ولا ايه. مش عارف مقص ولا مك. يا سلام، ايه يا ابن الفكاكه دي يا غبي؟ ما انت لسه قايل لي انت عبيط ولا ايه؟ يا حضرة الظابط، انا اللي قلت لك انا جنبه، مش حضرتك جاي تقبض عليا؟ ايوه. امال ايه الحركات الاونطه دي بقى؟ مرشد وخايب وخاين. ده انت رهيب رهيب. انا تحت امرك يا فندم. طب يلا بينا بقى عشان ميعاد الاسم. لا لا لا، تحت امرك. مع السلامه. بص، رغم ان انت يعني بشع، لكن الفكره عجباني، الفكره عجباني. عشان انت مش مرشد بس، مرشد غبي كمان. هتحلق من اخواتك بعد كده. جاتك خير يا باشا. اتفضل يا فندم. ربنا يخليك. اتفضل يا فندم. يا سلام. اهلا وسهلا. اهلا، اتفضل يا باشا. يا باشا تشرب قهوه يا باشا عشان تهدأ اعصابك يا باشا. مش عايز قهوه، انا عايزك تجيب لي الواد اللي بره ده.
شكل يا شو كده اشرب من دمه. نفسي اسالك سؤال يا باشا، ممكن تديني الشرف ده يا باشا؟ طبعا اديك. اسال يا محمد اسال. ليه يا باشا المتهم ده بالذات حطه في دماغ سعادتك يا باشا؟ بصراحه يا محمد انا متعقد من الواد ده. متعقد منه؟ بص يا محمد، هو ده السبب الرئيسي يا محمد. ما عنديش ولا شعرايه في صدري. انا اجرودي اجرودي. انا ايه؟ أجرودي. اخلص يا محمد، انا بس اللي اقول اجرودي. حاضر يا باشا. بصراحه دلوقتي البرد ده. ثواني بسرعه. ثواني يا باشا. خش يلا اقعد. اهلا يا عسل. منور. تشك هات لي عيال الطلبه اللي بره بسرعه. امرك يا باشا. خش انت. هو طلب يا باشا. يا فندم أرجوك أنا بتأذي سوري يعني. إيه يا حبيبي أنت أهو؟ مين اللي أذن لكم إنكم تربوا شعر صدركم؟ إيه؟ بلد سايبة يا حبيبي ولا إيه؟ محمد أمرك يا باشا. العيال دي تتنفخ. نفخوا يا باشا. بسرعة. حاضر يا باشا. قدامي. وأنت راجع هات لي مكوة الشعر معاك يا محمد. لا أرجوك يا فندم أتوسل إليك، إلا مكوة الشعر. أنا ممكن أنتف شعر صدري قدام حضرتك شعراية شعراية، بس المكوة لا. مش عايزك تجيب سيرة شعر صدرك قدامي. أنت بتعمل إيه؟ أنت ليه بتمسكني من إيدي اللي بتوجعني؟ ليه؟ أنت مش عارف إن أنا أجرودي يا ولا إيه؟ سوري والله أول مرة أتشرف بفتحة قميص حضرتك. بعدين حاجة بتاعت ربنا يا فندم. أرجوك يا فندم أتوسل إليك سامحني سامحني وخلينا أروح. عايز أسامحك؟ هسألك شوية أسئلة بس لازم تجاوب عليا بصراحة وبشفافية. بصراحة وبشفافية. هنا صراحة تبقى هنا إيه؟ شفافية يا فندم. وأوعد سعادتك إن أكون مرشدك الخاص وأكون الكلب الوفي بتاع سعادتك. قولي يا حبيبي، عمرك ما أخدت هرمونات عشان شعر صدرك ده هيطول؟ لا بصراحة، بس أنا أسمع كانت ماما تقول لي وأنا صغير رحنا جنينة الحيوانات فحضنت غولة، بس أنا مش مقتنع بموضوع الغولة ده بصراحة. غولة المكان؟ جنينة الحيوانات. السؤال الثاني، عمرك حصل لك أي حاجة غريبة؟ حاجة عجيبة؟ مش متذكر، بس أفتكر وأنا عندي 3-4 سنين كنت بايت عند تيتا في حلوان وسخنت. أفتكر إن أنا سخنت جدا في الليلة دي وصدري حرقني قوي من هنا وهنا. قمت لقيت حوالي بتاع 16 شعراية هنا وهنا حوالي 26-28. شربت حاجة قبل ما تنام؟ شربتش يا فندم. تيتا ما كانتش بتحب اني اشرب حاجة عشان ما اعملش بيبي على روحي. ولا اكلت حاجة؟ ولا اكلت يا فندم. يعني تيتا في حلوان 14 شعراية و12 شعراية. السؤال التالت، لو خيروك من حد عزيز عليك قوي وبين شعر صدرك، تختار مين؟ اخص عليك يا فندم، شعر صدري طبعا، ده هو اللي فيه الشغل كله حضرتك. وبتقولها تاني، بتقولها تاني و300 مرة. أنا أجرودي يا محمد. بلاش محمد حبسوني على شعر صدري أبوس إيديكم. إيه النور الجامد ده؟ هما عايزين يعموني ولا إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. انتوا ايه، انس ولا جن ولا انتوا مين؟ ادم. نعم. انا كائن فضائي. كائن ايه؟ فضائي.
اهلا وسهلا، تحت امركم. بص يا ادم. ايه؟ بمقاييس كوكبك انت انا ست، لكن بمقاييس كوكبنا احنا انا راجل. عادي براحتكم، ماليش دعوه بمقاييسكم، انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ ادم امري، احنا جايبين لك دعوه في اي بي لزياره كوكبنا. وكوكبكم ده فين ان شاء الله؟ كوكب الدكوره. كوكب ايه؟ الدكوره. انت اسمك يا اخ؟ خالد. في حاجه؟ لا مفيش حاجه. وحضرتك؟ كريم. اهلا استاذ كريم، امروني انا خدامكم، في حاجه ما اقدر اعملها؟ بص يا ادم، انت لو فضلت في المكان ده اكتر من كده امن الدوله هيخلصوا عليك. ويخلصوا عليا ليه؟ انا عملت ايه في حياتي؟ ادم. نعم. اديني ايدك لو سمحت، احنا فعلا محتاجين لك، ما عندناش اي استعداد ان احنا نفرط فيك في المرحله الحرجه اللي بيمر بيها كوكبنا. بصراحه الان منكم والان من كوكبكم، ما تزعلوش مني يعني. ادم. يا دي ادم كرهتيني في انا كائن فضائي. حاضر. اديني ايدك لو سمحت، هات ايدك يا ادم، مفيش وقت اشرح لك. خلي المكوه. يا لا مكوه ايه، هات ايدك يا كريم. هات خلت. مبسوط يا خالد؟ مبسوط. انت متجوز؟ لا. ماشي يا عم. ايه ده؟ مستر ادم، مستر ادم، بجد بجد دي زياره كريمه جدا، وانا نيابه عن المسؤولين في كوكب الدكوره بنحترم زيارتك دي جدا وبنعتز بيها. معاك جمال السيد احمد مسؤول العلاقات الدوليه للكوكب. اهلا اهلا يا استاذ جمال، اهلا وسهلا. والله يعني متشكر على حسن الاستقبال يعني، بس انا مش فاهم حاجه. انا مش هطول على جنابه، بس زي ما سيادتك شايف الشبان عندنا في الكوكب عندهم نقص في الهرمونات. نقص في الهرمونات؟ لا واضح بصراحة، أنا مش فاهم إذا كنتوا رجالة وأنا نسوان، كوكب عجيب يعني. للأسف إحنا دورنا في جوجل على مين أكتر حد عنده هرمونات زيادة، واكتشفنا إن بسبب شعر صدر حضرتك أنت حطمت الرقم العالمي الهرموني، أنت رمز للرجل المشعر يا مستر آدم. ربنا يخليكم، دي حاجة بسيطة يعني، وبصراحة يعني أنتوا ناس ذوق، وأنا عايز أعمل معاكم واجب يعني، واجب بسيط يعني. الله، لا أنا بحس بالنعمة اللي ربنا إداها لي مرة كمان. ده احنا عندنا في الارض ده متلتي الحاجة تقرف يعني. الشبان عندنا مش عارفين يتجوزوا، هينفردوا. عشان كده احنا فكرنا لو حضرتك تبشر لنا شوية شعر نحللهم، يمكن نقدر نوصل للمادة اللي تتفاعل مع هرموناتنا. بشر شعر الصدر؟ فك يا خالد. كده احنا دخلنا بقى بيزنس يعني مصلحة. هتدفعوا لي كام؟ يدفع لك كام؟ مفيش اكبر من مصلحة كوكبنا ومستقبله. بلا كوكبك ولا مستقبلك، وده شعر الصدر هتبشروه يعني ايه؟ لازم اخد فلوس. هنعمل لك تمثال. تمثال؟ لا ما ياكلش معايا الاونطه دي يا حلوه. خلاص يا سيدي، هنالف لك كتاب الكتروني ونوزعه على سكان الكوكب. احرقه وارميه في البحر، انا عايز ماني فلوس. هندي لك 10%. 10 ايه؟ في المية. طب وكده؟ ممكن اديك 15%. طب وكده؟ 30%. طب لو لمست شويه؟ كده تمام 50%. بصي انا ليا طلب تاني بقى بصراحه، ممكن تكبش لي الكبشه ليك لوحدك وتديني لفه بالبتاع دي؟ بس مش هينفع. الف لفه حوالين النسوان ولا الرجاله اللي انا مش فاهمهم دول واديهالك تاني على طول. لا مش هينفع خالص. طب بالسلامه بقى، انا عندي مشوار في زحل. تعالى هنا يا حبيبي، هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ زي خروج. ايه اللي زي خروج؟ يا عتريس هات المبشره. مبشره؟ ده انا مش شفتلكوش راجل من ساعه ما جيت هنا. هوريك الرجوله دلوقتي. ايه هتمشوا لي شعر صدري؟ ده انا هقطع رقبيكم كلكم. اوعى على بس استقبال. اوعى يا ولية انت وهي. يا نهار اسود. اوعى. راح فين؟ يا نهار اسود. هقول لهم ايه؟ هقول لهم خدوا شعر صدري وعملوا بيه ايه؟ يا نهار اسود، شعر صدرك راح. يا ليتك السودة يا ابن صبرا الصبار. هقول لهم ايه؟ هقول لهم خدوا شعر صدري وراحوا بيه فين؟ طب لما امن الدولة ولا البلد يعملوا كده مقبولة، لكن ناس من كوكب تاني مش فاهم رجالة ولا نسوان. خسارتك، خسارتك يا ادم، يا خسارتك يا ادم. خدتوا شعر صدري يا كلاب، يا كلاب. بصراحه احسن، ده كان اوفر، كنت عامل زي الغوريلا، كنت كل يوم اصحى اسرح شعري واسرح شعر صدري، كنت بكسف انزل البحر كده حلو، بقيت شاب روش عادي، شعر صدري بالزفت. ايمن
بدري عليك بدري حسدوني عالشعر في صدري كم بدري عليك بدري في شعري كده كده لا أدري أنا وأضربه لو هرمون زيادة مشعر بشكل رهيب فوق العادة أنا وأضربه لو هرمون زيادة مشعر بشكل رهيب فوق العادة اتكادوا يا عزال اتكادوا وخافوا من قلبي تخافوا من غدري خافوا من غدري في العالم تعرفوا ليه انا علت سعري عدوا الشعر في العالم تعرفوا ليه انا علت سعري مايكل جاكسون كان اجرودي كان بنفس الموت من شعري عدوا الشعر في العالم تعرفوا ليه انا علت سعري عدوا الشعر في العالم تعرفوا ليه انا علت سعري مايكل جاكسون كان اجرودي وكان بنفس الموت من شعري لوحده كده لحلقته بموس ولا اشتريته في يوم بفلوس لوحده كده لحلقته ولا اشتريته في يوم بفلوس اسمه نصيب وده كان قدري شعري في صدري يا صدري يا صدري ولا قوه الا بالله البودره دمرت الشباب ما تحطش في بالك يابا المهم انك ربيت ولادك احسن تربيه لا يا ابني ربنا يبارك لي فيك انت واختك انتوا النعمه اللي اداني ربنا بس انا صعبان عليا شباب البلد بودره التلج دمرت اجيال بذمتك دول المستقبل دول هيبقوا مستقبل البودره دمرت شبابك يا بلد لا ولا قوه الا بالله اللي الواحد شايفه ده معلم عايز سندوتش معلم فاضل ايه ده يابا ده انت مش بتسمع يقول واحد بيشرب بودره وواحد غرقان في البودره هو ده الغرقان في البودره ودي اخرتهم ايه دول يابا تسلخات والعياذ بالله قوم بقى غور من هنا يلا غور من هنا يا يلا يا ايه ده بس ايه يا حاج ده ايه اللي عرفك بالبودره والكلام الكلام ده لا ما ابوك كان شقي يا ده ميشو الزمن الزمن كنت قدك كده ايام ايام يا ميشو اشتغلنا انا واصحابي ببودره التلج وبودره العفريت تدجلنا مليونين وعملنا فلوس ملهاش عدد ولا حصر لحد ما في 24 ساعه خربوا بيوتنا وفلسونا ازاي يابا دخلونا بقى نزلوا الزيوت والكريمات وقعدنا احنا نولول زي الحريم بس الحمد لله ربنا ايه ختم لنا بالحلال وربنا يبارك لنا في ايه في الخشب في ايه الخشب يلا ننزل مغلق الخشب يلا يابا اسمع كلام ابوك ميشو خليك واد فرون الحكايه كلها والبيزنس كله في الاخشاب يا ابني جيبك من الكلام الفاضي اللي بيعملوه في الناس دي الفلوس زايله المراكب بتتعمل من ايه من الاخشاب السقوفه دي بتتسقف بايه من الاخشاب الابلكاشه دي تنتمي لايه من الاخشاب يلا بقى ننزل المغلق وربنا يبارك لنا يلا كلمه السر يابا صدق ابوك باين عليك كبر يا ميشو معلش افتح يا باب احنا الاحباب وتجارتنا هي الاخشاب لا يا عم يا حاج تعال
مين حبيب بابا؟ ميتو. مين روح بابا؟ ميتو. ربنا يبارك لك يا ميتو. نور يا معلم. عامل ايه يا قاضي؟ كله تمام. شد حيلك، طبخها وطبخها كويس، ناشف ايدك وما تبلش تاني. عامل ايه يا ارنوت؟ خدامينك يا معلم. يا ريت تكون العلامه اللي في وشك دي بقت درس وبطل الدعي القديم. انا خدامك يا معلم، ما اقدرش. انا عارف، ما انا عارف. وريني. ايه دي يا قاضي؟ ها؟ دي استباحتي يا معلم. استباحتك؟ بتستبح بكل دي؟ ما شاء الله، هعديها لك. فرش عامل معاك كام قطه؟ 25 يا معلم. 25 بالظبط؟ 100 100. انا اهم حاجه عندي الميزان والدقه في الميزان. يا رجاله لازم تفهموا ان سمعتنا هي سر استمراريتنا. بس المره الجايه عايزه 28، عايزين نكسب. ها؟ اوامرك يا معلم. يا ابويا انا كل يوم اتعلم منك حاجه جديده. واحد غيرك كان يقول لهم عايز في الفرشه 30 40 قطه. لا انا عايز افهمك حاجه، الحنيه في الشغل تطول العمر وتكسب، القسوه تجيبنا ورا. مين اللي سبب الصبه دي؟ انت يا معلم. تسلم الايادي، تسلم الايادي، نقصها 10 سم. فهمت يا حبيبي؟ فهمت يابا. والاهم من ده ومن ده، عايز اقول لك نصيحه، افهمني بقى، ابوس ايدك، ابوس ايدك، خليني افرح بيك. ها؟ خليني افرح ايه؟ ياض عايز ادب ايدي، ايدي توجعني، ايه الرهرطه دي؟ انشف بقى. ياض عايزك عود خرزان. اسمع نصيحه تاخدها من ابوك محدش تاني هيقولها لك طول حياتك، اوعى تامن لحد مهما كان. زي مين يا حاج؟ زي صرصر ابن خالتك وحبيبك. افتح اتفضل. صرصر؟ ايوه. انزل يا هات، انزل يا خاين يا كلب. اقفل صرصر. فهمت؟ دي مرشد للحكومه وبيرشد على مين؟ على المعلم ابراهيم العقاد. شفت؟ شفت النسيبه؟ شفت الوكسه اللي احنا فيها؟ بترشد على مين؟ على رباك وجوز اخوان اخي يعني. ايه يا يابا ده؟ ايوه كده. ايش حنام؟ حنام حنام ايه؟ انت فاهم حاجه قبل حنام؟ فاهم ايه يابا؟ وكان ايه لازمته الشريط اللاصق؟ ارمت عليك عيشتك يا خاين العيش المالح. قول يا عم وقسع. خلاص انا عشان خاطر امك وامه والله كنت ناوي شويه على النار، بس خلاص سماح، انا مش هقتله. اصيل يابا، بس هتبحه. ايه رايك؟ بصراحه يستاهل. وي 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 كنت وجهك كده، وعندك كنت وجهك كده، هو راح كده كده. وش حاجه؟ حنام حنام. طب ما تقول حنام لوحدها، اللي قبله كله ملوش لازمه، محدش فاهمه. انت قاعد يا زفت. امرك يا معلمي. يلا خد الحته دي قطعها وشفيها وعبيها في كاس وبعتها لي على البيت. امرك يا معلم. على انهي بيت؟ البيت الكبير. يلا يلا حنام. يلا يلا يا خاين. اكتر حاجه اكرهها الخيانه، اكتر حاجه. الله نورك يا كباس. اضغط اضغط، ما عندناش وقت، العربيات جايه بعد الساعه. ايوه يا ياض، ياض عايز امسك عظمه. الله يخرب بيتك. اسمع كلام ابوك، انت ياض اللي هتشيل كل حاجه من بعدي، والحاجه دي محزناني قوي. ياض اجمد بقى واسترجل اهو يابا. ثلاث حاجات ما تقربش منهم في حياتك. ثلاث ايه؟ حاجات. اول حاجه ظابط المباحث. ظابط ايه؟ المباحث. تاني حاجه المرشد، لان المرشد بيقول لظابط المباحث. ثالث حاجه البيتزا. البيتزا هي اللي عامله الرهرطه والبلاوي اللي انا شايفها. خلاص يابا. فهمت؟ فهمت. ربنا يبارك لي فيك يا ابا، ربنا يبارك لي فيك يابا. انا كلامك ده حاطه ستاتيوس على الفيسبوك. حاطه ايه؟ ستاتيوس. اه على الفيسبوك. وكل ما افتح اللاب اقراه. حطيتني واد على الفيسبوك والستاتيوس. امال يابا حطيت امك ولا لا؟ عشان بتزعل وتجيب. طبعا يابا. حط عمتك عنايات بالمره، ودي حاجه تفوتني. ربنا يبارك لي فيك يا ابني وفي الستاتيوس بتاعك. كبرت ياض، ياض كبرت. تعالى في حضني يا ابن عمري. ياض مش عارف اقفل ايدي عليك، الله يخرب بيتك. كله من خيرك يا حاج. خير ايه؟ 600 كيلو وتقول لي خيري؟ ده انتوا خلصتوا خيري، يخرب بيوتكم. يلا رجاله شدوا حيلكم. يابا مش هتجيب لي الفيسبا اللي نفسي فيها؟ فيسبا؟ فانا بقى لي ساعه عمال اديك نصايح ودخلتك المعمل الخاص بتاع الرجاله وتقول لي فيسبا؟ الله يخرب بيتك. اطلع من هنا. خلاص يابا. ما تدخلش معايا المخزن. خلاص تاني. يابا فيسبا يا ابن الهيفه ده. ما تشتغل يابا. ورده بنت يا ورده. ايوه ايوه يا حاج. ايوه ايوه يا حاج. امور سخني لي الكارع اللي فايض من العشاء. عينيا. قررت تاكل كوارع؟ اه قررت. حاضر. يوه مال وقعت مني. ايه
ورق الطلاق. حلو قوي. بص بقى يا ولد، شغل السهوكه والخلاعه ده ما بيدخلش عليا. وبعدين عايز اقول لك على حاجه هتصدمك، امكانياتك مش ماشيه مع اهدافك. لا متهيألك يا حاج، كل اللي في المنطقه اعترفوا بامكانياتي. كلهم بيخدعوك يا ورد. بقول لك البضاعه وصلت؟ وصلت. قطعتيها؟ لسه. سلفنتيها؟ لسه. بعتيها؟ ابيعها ازاي وانا لسه لا سلفنتها ولا قرطنتها ولا قطعتها؟ كل صوتك كل صوتك. بقول لك ايه؟ ايه يا حاج؟ انا بقالي 50 سنة في السوق، سمعتي زي الجنيه الدهب عشان ملتزم في مواعيدي. انا بقيت نمبر 1 في المخدرات عشان ما باخرش الشغل. خش قطعي وسلفيني وجهزي البضاعه. يلا غوري. من عينيا بس اياك يطمر. مش هيطمر. لقيتها. هي ايه؟ ورق الطلاق. يا يا اخوان اسمها المجنونة دي، حاول اقول لك قوتي الا بالله. بابي يا سيبابي حبيبي يا بابي. عايزة ايه؟ في واحد برا. خلاص عايز اكل. في واحد عايز يقابلك برا دلوقتي حالا. ده اسمه ايه ده؟ اسمه مدحت. وبتاع ايه مدحت ده؟ عايزني في ايه؟ ده عريس جاي يتقدم لي. ويجي كده فجأة كأني كريمية ما يعرفش ان انت بنت الحاج العقاد. اقول ايه؟ اقول ايه؟ الواد ده مش متربي. هتقولي هتقولي انا اللي هربيه. انزموا الجدع اللي واقف بره ده، نصاب ولا ايه؟ عاين وشوف وقول. عاين وشوف؟ هي لسه فيها معاينه؟ هيترفض؟ ما عنديش انا جواز دلوقتي، البنت لسه صغيره. ترفض ايه يا حاج؟ عاين الاول، ما تتنكش قوي كده. الله العظيم يا رب. قابل يا حاج. كابسة ساكت! حاج! ايه؟ حاج ايه؟ انا مش عارف الف. لا لف يا حاج. وربنا ما قادر الف. لا انا لففك، انا لففك يا حاج. انت هتوديني فين؟ انت هتسلميني يا ورده؟ يا حاج انت هتسلميني؟ يا حاج اتعامل، اتعامل يا حاج. اتعامل مع ايه؟ استلم انت بدل هو ما يستلمك. خايف تكون البنت عرفت عننا حاجه وعايزه تسلمني. لا ما تقلقش يا حاج، يلا. اهلا وسهلا. اهلا، ما تخدمنيش. الاذن الوسطى بتخليني مهزوز يا ابني. اهلا 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 اهلا. خطوة عزيزة، هو ده الاخ اللي قلت لك. اهلا. يبقى مات؟ هو ده مات. تحت امرك يا سعادة الباشا. اهلا اهلا بيك يا عمي. اهلا وسهلا، اتفضل استريح. اتفضل يا سعادة الباشا. لا هنا 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 نقعد، او جرب هنا ما تقعدش جنب. يلا 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 شوف اللي وراك. يلا قطعي قطعي ولفي وظبطي. عيني عيني. اللحمه هتقطع اللحمه. اتفضلي. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يا عمي. من يوم ما بدانا في الكار وقالوا لنا اللحظه بتيجي مره واحده، ربنا يستر. اهلا اهلا اهلا. كلمني عن اسرتك وعن نفسك. انا رائد في مباحث المخدرات يا عمي. يا حاج يا حاج معلش يا ابني، بس الاذن الوسطى بتخليني ارمي شمال. ربنا يكفيك شر المرض. اقعدي اقعدي. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. يا اخي ما قلنا لك في اي وقت اهلا وسهلا بيتك. خطوه عزيزه، كلمني عنك وعن اسرتك. احنا عيله ليها باع كبير قوي في الداخليه. ليها ايه؟ باع كبير قوي في الداخليه. اهلا وسهلا. والدي يبقى مساعد اول وزير الداخليه. زهرات يا ورده. وعمي يبقى مدير امن جيزاء. صوت يا وردة. وجدي اللي قبض على ريا وسكينة، لو تفتكر حضرتك في الفيلم. ما اتفرجش على الأفلام. وجوز خالتي يبقى رئيس مباحث أمن الدولة. حق حق حق. يلا يحرق الحق واللي جابوا الحق في يوم واحد ده. ختمها لي ختمة وحشة لما المؤاخذة يا ابني. الأذن الوسطى بتخليني أخرف. شديني يا حضرة الضابط. إن شاء الله. الله على الناس يا وردة. أرجو إني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب. زهقناك بقى يا سعادة الباشا، ما قلنا لك أهلا بيك. سلفنتيها بسلفان أحمر. ما لقيتش أحمر، حطيتها في أخضر. ياكل؟ لا 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 ما ياكلش. سلفنيها في أزرق ونزلي السعر. حاضر. يلا أنت عارف اللحمة والغلابة. أهلا يا حضرة الظابط. أمورنا يا أخويا. أنا جاي أتقدم لطلب إيد بنتكم المصونة. وجوهرتكم المكنونة. أنت هتقول لي قصيدة شعر. من هي ايلالي؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. علم وجاي يا ابني. انا مضطر استاذن يا عمي.
ندائي الواجب. خير يا حضرة الظابط. في تاجر مخدرات بدور عليه بقالي شهرين، واخيرا عثرت عليه. مطلوب مني ايه يعني؟ قوم. لقيته فين يا حضرة الظابط؟ اكبر تاجر مخدرات في الزاوية الحمراء. معلش معلش اصلها رقيقه قوي، بتزعل لما الناس تتحبس. هنخرجه هنخرجه. فرفش فرفش فرفش. عجيبه، هو حضرتك تعرف عبد الجليل؟ اعرف عبد الجليل منين؟ انا سمعت اسمه في الجهاز. هو لسه في تجار مخدرات في البلد؟ يوه يا عمي، دول كتير قوي زي البق في البطانيه، بس بشرفي انا فيهم بقى. ابعد يا حاج لحسن هيرجع عليك. ايه يرجع ايه في الليله السوداء دي؟ ربنا معاك يا ابني وطول في امرك. نتشرفنا بيك وسلم لي على والدك. يوصل يا عمي. الله يخليك. بعد اذنك. اتفضل، ده يوم المنى انك تشرفنا تاني. وصل لي سعاده الباشا ورد. يا باشمهندس. ايوه. طارت منك وانت واقف على الباب بره. هي ايه؟ الدبوره اللي كانت على كتفك. انا بتهزق يا عمي. لا لا استغفر الله، تعبانه ست غلبانه. مع السلامه. مع السلامه. انت بتشاوري له وافهمها؟ بتشاوري له؟ انت عايزه ايه؟ انت عايزه تحبسيني؟ ايه البلوه اللي انت جايبها لي دي؟ انت عايزه تسجنيني؟ انت مش عارفه ان ابوكي بيشتغل في الاخشاب، وساعات الخشب ده بيبقى فيه شويه منه مسوس يعني؟ عايزه توديني بداهيه؟ اخوك المسجل ده هو واصحابه لما يطلعوا لقوا البلوه ده هنجرى لهم ايه؟ على طول ما انت متجوزاه. استر عليها يا حاج. استر عليها ليه؟ هو حصل ايه؟ اوعى تكوني هبله يا بنت. بحبه يا بابا. بتهيأ لأمك ورحمة أمك ما انت متجوزها. بص بقى يابا، هتوافق على مدحت خير وبركة، مش هتوافق وحياة أمي اللي هتجوزه وأهرب بيه. الله الله، تتجوزيه والله وتهن على الكراسي وبقينا نزاع. لا تعالي بقى أفهمك الصح، ما تنسيش بقى يا حلوة إن أنا مضيك على وصولات أمانة وممكن أحبسك دلوقتي. لا ما حصلش. لا حصل. لا. فاكرة الاستمارات اللي مضيتك عليها بعد الثانوية العامة بتاعت التنسيق؟ دي كانت وصولات أمانة، وماسك عليك السيديهات، وماسك عليك الصور، يعني ممكن أفضحك في أي لحظة. يلا على أوضتك، يلا. أنت يا بنت لما تخش أوضتك أنا مروقاها، أوعي تعكسي السرير. تكنيلة بنت رخمة. اليوم المهبل ده نعمل إيه في المصيبة دي يا ورد؟ اخلص منها واقتلها. اقتلها؟ يعني ما دخلتش السجن في المخدرات، أخش في قتل بنتي؟ يا نهار اسود. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا شايلها للواد اخوها يغرق في داهيه هما الاثنين. اقعدي خلينا نكمل الكوارع. عينيا. اكل معاك كوارع؟ طبعا. انا مش تعبان عليها الا حاجه واحده. ايه؟ لهبل ابن لهبل ابو ريال اللي هيتجوزك. ده هيتهنى يا حبيبي. بعد امر طويل ان شاء الله. اشربي اشربي. يا نهار اسود، ضابط شرطه. يا اخوان يا افضل اتعلم. الواحد ما بقاش فاهم حاجات كتير بتحصل في الحته. ورده للصنف النظيف. في محلات بتفتح في الحته من غير ما نعرف جهازه ليه. بس هنعرف. هنعرف. بقول لك ايه يا عم الوسطى؟ ايوه يا معلم. الف مبروك يا سيدي. هلا بتاع مين المحل ده؟ المعلمه ورده والشماعه اللي معاها. معلمه ورده، وفي معلمه اسمها ورده من غير ما نعرف. ورده مين يا ابني؟ معلمة وردة يا معلم. مين المعلمة وردة؟ خدامتك يا معلم. بنت وردة الخدامة اللي عندي؟ الله الله الله. والشماعة اللي معاها؟ مين اللي اشترى البيت ده؟ المعلمة وردة والشماعة اللي معاها. يبان عليه شماعة معتبرة، يبان عليه شماعة وأبوه شماعة وعيلته شماعات. حلو، البيت برضه وقعت واقفة شكلها. وهي فين المعلمة؟ مأنتاخة فوق شوية. خليها مأنتاخة، مش شاكلين أصلا. تعال شمشاك. الله يخليك يا معلم. هاخد لك مرينة خشب. الله يخليك يا معلم. الله يبارك لك. معلمة وردة والشماعة، أما نشوف. هو الشماعات كتير دلوقتي، عيال ملهاش رجالة تربيها. دستور. الله، ده كلام صحيح بقى. أنا قلت الواد السماعي بيخرف، وقلت هطلع على وردة كده ولا وردة كده. ده طلعت البنت وردة الخدامة اللي كانت بتشتغل عندي. سبحان العاطي الوهاب. سفرة بعد ما كنت بتزغرط انت واهلك على الطبليه، وستاير وقيمه. الله 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 الله. جري يا ورده، منين ده كله؟ انت مالك يا عقاد؟ في ايه؟ داخل علينا بالحنجل والمنجل كده يا عقاد؟ قلتيها يا ورده؟
انا المعلم ابراهيم العقاد يا بنت. اوعي العين ما تعلاش على الحاجب يا ورده. اسكت، مش دلوقتي بقت تعلى وتعلى وتعلى لحد ما وصلت للقيمة. والنبي طبعا، ما كل ده بفضل البقف ابن البقف اللي عملك الهلومة دي. معلش نسينا نتعرف عليه، وجابلك ايه تاني اللي فندي؟ ما بلاش يا عقاد. مفيش بلاش، لازم اعرف جابلك ايه يا وردة. دكانة وشقة. وردة 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 وحشتيني يا وردة. ياد اللي جابك البيت النبي، اللي بيطلعك هنا. انزل على المغلق كلمتين مع الكلبة ديت وهجيلك. يلا تعالى تعالى. انت عايزه يسيب بيته ويروح على فين يا عقاد؟ لو انت مشمش، انت ميشو البقف ابن البقف، انت ميشو الشماعة الناطع ابن الناطع. ليه ميشو؟ ده انا منبهك قلت لك خلي بالك وحذرتك، مالكش دعوه بظباط المباحث ولا المرشدين، دي اخرتها. ليه يا ابني؟ انا عملت فيكوا ايه يا ابني؟ انا شقيت عليكوا وربيتكوا بالحلال. انت ميشو؟ ايوه يابا القلب وما يريد. انت عارف ان ورده احسن واحده بتعمل بيتزا في المنطقه. بيتزا؟ طول عمرك عيجلي في كرش بتجري ورا بطنك. تبيع ابوك وعيلتك وناسك عشان بيتزا، ولا عشان لبست لك الاحمر والاصفر وبلافيتك يا انطاره؟ الله يخرب بيتك وبيت اليوم اللي خلفتك فيه. وطبعا جبت لها الدكانه والبيت بفلوس النقط اللي قاعد قدامك، وطبعا اكيد حطيتها على الاستديوس اللي حطيتنا انا وامك وعمتك عينات عليه. لا ما تقلقش، خليته شالني من عليه، اصلي لقيته بيئه ولامم. خليته عمل لي هاشتاج على تويتر، عجبتني قوي الحمامه. والهاشتاج ده مش كانت اختك اولى بيه بعد ما جوزها دخل السجن يا ميشو؟ ضحيت بعيلتك كل مالك يابا؟ في ايه؟ وايه اللي جاب البحر هنا يا ميشو؟ بحر؟ مالك يابا؟ كتر يا رب. كسرتني اختك، كسرتني باليمين وانت كسرتني بالشمال يا ميشو. طب تعالى لما جبسك. هيك 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 ابوك الهقرب. هيك ايه؟ هوبا جالي الشلل الرعاش يا ميشو. يابا مفقر ليه كده؟ جالي الشلل الرعاش يا ميشو. ابوك بقى عبيط يا ميشو. وايه اللي عبطك؟ يا ابني هديت ابوك يا ميشو ابراهيم العقاد اللي كان شنبه بيهد الدنيا. راحت عليك يا شنب. كله لشنبك يابا. راحت عليك. ايه؟ مسك الشنب يا ميشو. ايه؟ يابا ما قلت له بلاش يا عقاد. يا عم عمي